مشاهدينا الكرام، أوفياء قناة حنبع في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج الحقيقة، هذا الفضاء التلفزي الذي نلتقي فيه معكم في سهرة كل أربعة، ولنسعى من خلاله أن نكون همزة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية حتى يتمكن من بسط الإشكالية، إيصال صوته واسترداد حقوقه بطبيعة إذا كان عنده حق. إذا عندكم إشكال أنتم ما تشوفوا أنه يتماشى وطبيعة هذا البرنامج ويمكن لفريق الأعداد أنه يساعدكم على استرداد حقوقكم، مرحبا بكم تتواصلوا معنا عن طريق الاس ام اس، تكتبوا اكا تخليوا فراغ تطرحوا الاشكال وتبعثوه على الرقم 85485 او عبر الموزع الصوتي على الرقم 88 40 31 31 او عن طريق الفاكس على رقم 70 944 935. رحله البحث عن الحقيقه لهذه الليله تنطلق وفيها في الشان العام تأخير في موسم العمرة لسنة 2013 والحديث عن عوائق تقنية وصعوبات مع المتعاهد السعودي وحلول في الأفاق، فهل يكون 11 ماي تاريخ فعلي لانطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة؟ انتزاع أراضي إحدى العائلات منذ الستينات ووعود بالتعويض، ذهبت أدراج الرياح ووزارة ملك الدولة والشؤون العقارية باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله لتقديم التوضيح. صعوبات جمة تعترض أحد المستثمرين بجهة بوسالم من ولاية جندوبة وخسائر تتجاوز المليار دينار وولاية المكان تمتنع عن التوضيح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا الآن، أنتم في متابعة برنامج الحقيقة وعلى بركة الله باش نبدأ حلقة الليلة. البداية تكون كما عودناكم بتناول موضوع يهم المجموعة الوطنية. موضوع الشأن العام اليوم باش نحكيو على عمرة 2013، برشا حديث وبرشا ضبابية، فما تأخير في انطلاق أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة، برشا كلام حديث حول التباين بين الناقلتين الرحلات، يعني شركة الخطوط التونسية والشركة السعودية، وصلوا يحكيوا حتى على كيمبيالات، وصلوا يحكيوا حتى على عوائق تقنية يمكن تؤدي إلى إلغاء موسم العمرة السنة. احنا باش نشوفوا تقرير حول موقف ولا الكلام اللي قاعد داير حول عمرة 2013، وباش يكونوا حاضرين معنا تقريبا كل الأطراف المتداخلة في هذه المسألة حتى نقدموا أكثر توضيحات حول هذا الموضوع. انتبهوا مع بعضنا هذا التقرير وراجعين للحديث حوله. غموض كبير حول ملف العمرة في تونس، بما أنه موسم 2013 استثنائي بكل المقاييس وعدة أسباب وشروط تخلي فرضية عدم وجود موسم العمرة ممكن، منها تأجيل رحلات عدد كبير من المعتمرين بعد قيامهم بالإجراءات اللازمة وفيهم شكون قام يدفع أقساط العمرة. العمرة السنة معناها وخرت بصفة كبيرة ياسر، اتصلنا بالإجراءات، برشا إجراءات خذوا منها أفونس على أساس العمرة مش تصير معناها في العطلة متاع الربيع أقصى تقدير، إلا أنه ما صار حتى شيء. وإحنا توا كنا نتفرجوا كل في تلفزة بلدان العربية كل حالة الإسلامية كل كي إلا تونس ما حلتش سنة العمرة. أعطيناهم الباسبورات، أعطيناهم التلقيح، موافقين على الكمبيال هذا باش يعملوه، يعني في صورة ما يعني التخلف هذا يخونا ما يسالش. توا زادت وخرة الماء، ومن الماء هاو ما نعرفوش عليها. أنا واحد من الناس مثال ما نحملش السخانة برشا، ناوي باش نمشي أنا وزوجتي في بالي باش نمشيو على بكري في الشتاء، معناها باش واحد يمشي يعمل عمرة ويعمل مناسك وبالكدا. عم ناوي 3.5 مليون، ناوي تزيد 100، تزيد 50، تزيد 120، شنو باش تزيد مليون كامل زاد؟ يحطوا في الحيوط ويحطوا في الزوبستاكل وقريب يحطوا لنا جبل أحد اللي يتمنى الناس باش تمشي له وتشوفوا، حطوه لنا التوانسة قدامنا معناها ما تفوتوش. علاش نعاقبوا بلاد كاملة في جرة عشرات معناها العباد اللي تقعد تتخلف؟ جمعية ضيوف الرحمن إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الحج والعمرة، واللي من مهامها توعية الحجاج والمعتمرين والدفاع عن حقوقهم، عندها رأي في الموضوع. تو المعلومات الأخرى اللي سمعنا بها المساء الثلاثاء اللي حتى 600 ما فهماش، اللي الوكيل السعودي تراجع على التعاقد مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات. ما نحكي لكش عدد المكالمات الهاتفية اللي تتلقى فيها الجمعية من عند المعتمرين قاعدين مع تحايرين، فما ناس عطات فلوسها لوكالات الأصفار، فما وكالات أصفار خذت تسبقة، فما الخطوط التونسية بحكم الريزيرفاسيون بتاع الطيارة، فما شكون وكالات الأصفار صبوا لهم الشيك بتاع الرحلات بتاع 6 و7 و8 ماي، معناتها الوضع غامض.
حابين نستفسروا حقيقة الإشكال وين بعد ما لاحظنا تداخل عديد الأطراف منها وزارة الشؤون الدينية والشركة الوطنية للخدمات والإقامات وجامعة وكالات الأسفار، واللي كل واحدة من هالجهات تواجه في عديد الصعوبات مع الطرف السعودي، خاصة أن المدة المخصصة لإبرام العقود أشرفت على النهاية. فما زوز أنواع تاع مشاكل، فما مشاكل داخلية على مستوى التنظيم الداخلي للعمرة، لأنه احنا طلبنا بالتحرير العمرة الكلي وحصلنا في آخر المطاف على تحرير جزئي ب 25% من مجموع العدد اللي نخدموه عادة وبسقف 10,000، لكن التفعيل التحرير هذا ما تم كان مؤخرا. بالنسبة لشركة الخدمات الوطنية والإقامات اللي كانت مركز العمرة عندها في السنين الأخرى كل منذ نوفمبر 98 ما كانتش تنجم تمشي بكري للسعودية وتعمل تعاقدات بتاعها إلا ما تعرف نتيجة التحريك. فما عندنا مشكلة توا سنين وتفاق متعامناه هي مشكلة التخلف، يعني الناس اللي تمشي تعتمر وللأسف ما تحترمش مواعيد رجوحها من السعودية وتقعد للحج، وهذا سجلنا فيه ارتفاع كبير، عملناه كان ممكن 422 شخص قعدوا. بطبيعة الحال الشيء هذا تسبب في إغلاق شركة الوكيل السعودي، شركة سعودية اللي تعاملت مع تونس في السنة الماضية، وهذا من شأنه أنه خلي الوكيل الجديد متاع سناء اللي تعاقد مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات بعد عناء، لأنه ما لقاوش وكيل، لكن كي لقاو وكيل في الأخر الوكيل هذا حط شروط المجحفة الكبيرة اللي سمعنا بها والكمبيالة وغيره وغيره، وتقريبا ما زالوا حكاية 10 أيام وبعد ما عاش فهم إمكانية بتاع إجراء عقود. معنا احنا اليوم لا قدر الله لو شركة الخدمات الوطنية والإقامات ما توصلش الحل مع الوكيل السعودي فما مشكل كبير. 45,000 مؤتمر تونسي اليوم ينتظر تاريخ فتح موسم العمرة، اللي حتى طرف من الأطراف المتداخلة للقات له حل بعد ما تطرح أول تاريخ لانطلاق أول رحلة واللي كان من المفترض نهار 6 ماي وتم إلغاؤه. كانوا كذب ياسر، كانوا تمويه ياسر، كان عدم مصداقية ياسر. لو كان العمرة جات مفتوحة للشركة الوطنية ولغير الشركة الوطنية جميع وكلاء الأسفار راهو المشكلة هذه ما تطرحش، علاش؟ خاطر يولي عندنا 30-40 سيستم في البلاد يجي يأشر للناس، ولو السيستم نتاع التأشيرات واقف على شركة من الشركات، هذا ما يمنعش التونسيين الكل باش اليوم يسافروا ويمشوا يعملوا العمرة نتاعهم. نناشد السلطات المسؤولة وفي مقدمتهم وزارة الشؤون الدينية أن تعطي للموضوع ما يستحق من قيمة وعناية، لأن رأس مال الكل هو المواطن التونسي. ما صار شيء، معنا مرينا حتى تحسر، معناها ماشيين من سيء إلى أسوأ. لا الدولة تكلمت لا حتى حد. طب بالله وزير الشؤون الدينية إذا ما يتلهاش بالعمرة وما يتلهاش بالواحد فهمتش أنا باش ليه. اليوم احنا في ضبابية كبيرة بعد ما المتعهدين السعوديين رفضوا إبرام عقود مع الجانب التونسي، والسؤال اللي يطرح نفسه هل احنا اليوم هادين بسنة بيضاء على مستوى العمرة؟ لو كان ما نوصلوش الحل مع الوكيل السعودي ممكن تصير بعض الإشكاليات ولا إشكالية كبيرة، خلينا نقوله في موسم العمرة لسنة 2013. احنا تقريبا في الاستوديو حاضرين معنا جميع الأطراف المتداخلين في هذا الموضوع. سعيدة باستقبال السيد عبد الحكيم البولادي مستشار الحج والعمرة لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، مرحبا بك. أهلا وسهلا. إلى جانبه سي أحمد العروسي مكلف بمأموري بوزارة الشؤون الدينية، مرحبا بك. وبيك عايش. حاضر معنا أيضا السيد محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، مرحبا بك. وبشي رفقنا على امتداد حلقة الليلة إن شاء الله من برنامج الحقيقة الأستاذ فريد نصري، مرحبا بك. شكرا، مرحبا. طيب تبعنا مع بعضنا هذا التقرير، كل مواطن شنو يقول، لكن تقريبا اللي المواطن وقت اللي يسمع فما إشكالية في الحج وإلا في العمرة يمكن الكلمة اللي يمشي لها طول وإلا الجهة اللي يمكن أنه يحمل لها المسؤولية هي وزارة الشؤون الدينية، هذا في مخيلة المواطن التونسي لبسيط. لكن بعد تنشوفه معناها هل أنه فقط وزارة الشؤون الدينية هي اللي تتحمل هذه المسؤولية ولا لا؟ لكن أنا باش ناخذ كلمة 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 من كل الحاضرين معنا اليوم، شنو اللي صار في عمرة السنة؟ برشا كلام، برشا حديث، اللي يقول فما تباين بين اللي معناها المؤسستين الناقلتين يعني الخطوط التونسية والشركة الخطوط السعودية، فما شكون يقول لا بسبب لا
بسبب تخلف تقريبا 422 معتمر وقعدوا الموسم الحج، فما يقولوا لا وهي المشكلة طرحت قبل، يقولوا ربما احتكار شركة الخدمات والوطنية والإقامات هي باقية الطرف الوحيد يمكن تحلت شوية السنة، بما أنه أعطاه معناها نسبة لشركات ووكالات الأسفار أنها ربما تسفر وإلا تاخذ على عاتقها مسؤولية نقل المعتمرين، لكن قاعدة أنا اللي فهمته مسألة الفيزافي الوحيد ولا الطرف المقابل الوحيد مع المتعهد السعودي هي شركة الخدمات الوطنية والإقامات. خليني ناخذ الكلمة من سي عبد الحميد، من سي عبد الحكيم، شو اللي صار السنة؟ شو بالضبط صار باش العمرة في 2013 نواجه كل هذه الصعوبات؟ شكرا لقناة حنبعل على اهتمامها بهذا الموضوع الشائك اللي كان شائك ولكن تحل الحمد لله في الوقت الحاضر. موضوع العمرة في السابق كان عادي بطبيعة الحال، فما شركة واحدة اللي هي شركة الحكومية، شركة الخدمات الوطنية والإقامات، اللي كانت تتولى توفير خدمات اللازمة للمعتمرين بالبقاع المقدسة، وتوضع المنتوج هذا على ذمة وكالات الأسفار لتسويقه بطبيعة الحال كل منتوج يكون في يد واحدة يصعب أنك باش تنوعه باش تطور فيه، إذن لابد من نفس جديد دخول أطراف أخرى، وهذا ما حصل في هذه السنة بتمكين وكالات الأسفار من 25% من حجم المعتمرين بسقف 10,000 معتمر تتولى تنظيمه وكالات الأسفار. الإشكال الأكبر والأعظم اللي وقف العمرة السنة واللي عطل العمرة هو موضوع التخلف. ما نقولش موضوع التخلف، نقول معضلة التخلف. التخلف من العمرة إلى الحج، كانت السلطات السعودية في السابق حددت سقف 5% من عدد المعتمرين إذا كان بلغته أي طرف خارجي يقفل عليها النظام الآلي. هذه النسبة بدأت تنقص لنوصلت 1%. أي طرف خارجي تبلغ نسبة المتخلفين عنده 1% يقفل عليه النظام الآلي. ما كفاش هذا، خذت إجراء جديد، وهنا وصل سمحني في اللفظ الدق للحمل الحي، أن الأطراف السعودية المسؤولة على تنظيم العمرة هي ولات أيضا تؤاخذ من طرف المشرع السعودي. إذا كان الطرف السعودي اللي عنده ترخيص من الدولة السعودية لإسداء الخدمات للمعتمرين تتسجل عليه 500 حالة تخلف من جميع الجنسيات اللي يتعامل معها، يسحب منه الترخيص نهائيا. كانوا عدد المؤسسات السعودية اللي تشتغل في هذا المجال 253 مؤسسة، 211 سحبوا منهم الترخيص وما بقاو إلا 42 مؤسسة فقط. اليوم المؤسسات السعودية اللي عائلات عايشة من هذا الترخيص ولا تخاف على روحها. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعودت أنها تبعث استشارة إلى جميع المؤسسات السعودية تطلب منها العروض متاعها. تم هذا، وجهنا الاستشارة. تم في الديلي معناها في الأجل القانونية في شهر نوفمبر 2012. لا خطر سي عبد الحكيم ربما سمعنا له من الأسباب أنه معناها الاستشارات هذية ولا طلب ملف العروض من المتعاهدين السعوديين قامت به السنة مخر شركة الإقامات. لا، هو في شهر نوفمبر قمنا بالاستشارة وطلبنا من جميع المؤسسات السعودية تقديم العروض متاعها. في شهر ديسمبر بانتهاء الأجل المحدد جانا عرض واحد من عند شركة إلياس، ولجنة الفرز لما فتحت هذا العرض وتأكدت منه لقاته غير مثمر لأنه لم يستوفي بعض الشروط التقنية المطلوبة في كرة الشوط، إذن حتى العرض هذا طاح في الماء. شنو اللي عطل العملية؟ أنه دخل على الخط. يعني باش نلخصوا ربما سي عبد الحكيم، تشوفوا وهذا يمكن ما نعرفش كان موقفكم ولا الموقف اللي تجمع عليه حتى سلطة الإشراف ووكالات الأسفار، يعني السبب الوحيد اللي خلى وقت اللي تونس معناها بعثت باش تشوف لابيل دوفر ومتاع المتعاهدين السعوديين بعثنا متعهد واحد إيه؟ يعني السبب اللي تشوفوه الرئيسي انه التوانسة اللي قاعدة تتخلف غادي على هيك ما جاتناش عروض منها وكالات أخرين. طبعا قلت لك تخلى على الخط موضوع ثاني اللي هو موضوع التحرير. موضوع التحرير فما جلسة وزارية انعقدت في 31 جانفي
2013 هي اللي تقرر فيها التحرير الجزئي للعمرة. وبطبيعة الحال احنا بعثنا طلب العروض، ولكن التحديد النهائي للأعداد ما ينجم يتم إلا بناء على ما يتقرر في هذه الجلسة الوزارية، باش تعرف الشركة قداش عدد المعتمرين اللي باش تتكلف بيهم. باش 25% تفرقهم على وكالات الأسفار. خلينا نقعدوا في النقطة هذه. الجامعة تفرقهم. ايه الجامعه تفرقوا. ايه خلينا نقعدوا في النقطه هذه. سلطه الاشراف سي احمد العروسي، ربما احكي سي عبد الحكيم على التاخر هنا. سلطه الاشراف علاش ما بداتش ربما تتفاوض مع السلطات السعوديه في النقطه هذه؟ والا باش ما نوصلوش نحكيوا على الجانب التوعوي، باش تقول لي يمكن الناس لهنا ولو انه صعيب، معناها تقول لي اش باش نعمل لهم، يمكن ما نجمش نقنعهم، لكن اذا عارفين احنا الداء علاش سلطه الاشراف ما بداتش تتفاوض بكري وهي عارفة أنه السبب هذايا باش يكون عائق كبير وأساسي ويعمل لنا برشا مشاكل معناه. مشكورة أختي الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نكمل نأثث كلام سي عبد الحكيم. تفضل. نقول اللي في الحج فما حدود شرعية الميناء وحدود شرعية العرفة، وطاقة استيعاب المنطقتين هذوما محدودة، معناتها مهما وصلنا ما تنجمش، فما عدد معين لازم تزيده. لذلك فما لكل دولة حصة من الحجيج، فما حصة معينة، والحصة هذه إذا كان كل دولة تزيد عليها، كل دولة تزيد كل دولة تزيد، باش يولي فما اكتظاظ غاديك، طاقة استيعاب معاش تتسع. من هنا يجي دور وزارة الحج السعودية اللي هي سلطة إشراف، هي لا تأجر لا سكن ولا نقل ولا إعاشة. سلطة الإشراف أوكلت الشيء هذايا المزودين السعوديين اللي هما شركات، وعلاقتها بالدولة التونسية ولا بدول أخرى هي علاقة مع وزارة الشؤون الدينية، مع السلطة اللي ينظم العمرة في البلاد لهنا. ما هيش وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الدينية لا تأجر سكن لا تأجر نقل لا تأجر أكل ولا تأخذ تذكرة طائرة. وزارة الشؤون الدينية مشرفة على هذا الموسم، علاقة بين زوز دول غاديكا تحكمها لوائح وضوابط، لهنا تحكمها تشريعات وكرر شروط وقوانين باش هذه العملية تكون منظمة. يعني وين يقف دور وزارة سلطة الأشراف؟ كما قلت لك قبل، يمكن المواطن البسيط وقت اللي يسمع حج ولا عمرة يمشي طول وزارة الشؤون الدينية. باش نجيك. باش نجيك. بالنسبة لنا هذا ينسك، هذه شعيرة، والإنسان معناتها الدولة مضطرة ومجبورة أنها توفر للمواطن التونسي هذا الباكج، هذه الرزمة، هذه هي العمرة اللي هي لكن طبيعة الوزارة ولا الوزارات الكل ما يتعاملوش بالفلوس، ما ينجموش يأجروا ويسكنوا ويبيعوا وغير ذلك. أوكل معناتها الدولة نتاعنا أوكلت هذا الأمر لشركة الخدمات وهذا شيء ورثناه ولقيناه. شنو الإشكال اللي فيه؟ الإشكال أنه نحن في تونس بقينا الدولة الوحيدة التي تطير بجناح واحد، الدولة الوحيدة اللي فيها منظم واحد للعمرة. في البلدان الأخرى عشرات، معناتها أكثر من جهة تنظم العمرة، بحيث إذا تعرضت الشركة، شركة الخدمات الوطنية، المشكل وقفت في الدنيا في أنها تجاوزت 1% ولا غير ذلك، باش يتعرض المعتمر لزوج مشاكل، إلى تأخير العمرة، وإلى أحيانا أنه يمنع من العمرة، لأنه إذا ما تحلش السيستم للشركة ما يتحلش بالكل. نحن هذا الشيء واجهناه في أول العام في 2012، وقت اللي جينا في 2012 لقينا أنه شركة الخدمات فاتت السوي نتاع الـ 1%، 1% فاتته. فاتت النسبة. السعودية أصل تمنحها من النشاط، ونحن ما عندنا حتى بديل. وبتدخل من رئيس الحكومة وزير الشؤون الدينية وبعد مفاوضات سامحونا باش نستأنفوا النشاط. وبجناح واحد. السنة شنو هي الخطوة اللي عملناها؟ عملنا أنه حررنا العمرة. جينا نحرروا شوية. حررنا العمرة. الحمد لله السنة عندنا 5 سيستم تحلوا توا مع 3 مزودين سعوديين بخلاف السيستم نتاع الشركة. إيه لكن تقول لي حررنا، تقول لي حررنا سي أحمد، تقول لي حررنا، لكن حكاية التعهد قعدت باقي الفيزافي الوحيد ربما مش شركة الخدمات، يعني المتعهد السعودي عنده الحق، كيفاش تعطيوه الكونتاكت نتاع وكالة الأسفار؟ كيفاش تصير الحكاية؟ لا لا فهمني بالباهي. الشركة اللي في البلاد اللي تحب تعمل العمرة تمشي تتفاوض وتنظم العمرة مع 1 من 42 الموجودين في السعودية، واحد من هذوكم. نحن الآن شركات وكالات الأسفار
عملوا عقود، عملوا 5 عقود مع 3 مزودين، 2 عملوا مع نفس الشخص، 2 مع نفس الشخص، وواحد ثالث. يعني بطريقة مباشرة وكالة الأسفار بطريقة مباشرة مع المتعاهدين السعوديين. طبعا الطبيعة القانونية والتشريعية نتاع وكالة الأسفار تسمح لها، توصي محمد علي بينكم أفضل مني، تسمح لها بليونة كبيرة أنها تعمل العقود نتاعها بسرعة، عكس شركة الخدمات الوطنية اللي ربما تحسبت عليها. أي نعم، الى جانب انه تحسب عليها المواطن التونسي في التخلف نتاع المعتمرين قبل بما انها كانت المزود. الاشكال هذا لقيناه قلت لك في 2012 وتجاوزناه، وزدنا لقينا معناتها في 2012 اللي نظم العمر، لقيناه في 2011، لقينا رواحنا نحن المزود السعودي. ما ذكرلكش سي عبد الحكيم، اذا المتخلفين اللي يعملهم هو مع الجنسيات الكل يفوتوا ال 500 مع تونس والجزائر والمغرب واندونيسيا وماليزيا، إذا يفوتوا 500 يسحبوا له الرخصة. نحن ساهمنا ب 428 ولا 422 باش شوف الوضع، شوف الوعي. باش نحكي لك والمزود هذا تم إغلاق النظام الآلي عليه في عمناوي، الآن ممنوع من النشاط، الآن سحبت منه الرخصة، سحبت من الرخصة نتاع عمناوي. إلى جانب هذا أختي لابد من مقارنة، المصريين الآن بين 2.5 ملايين و 3 ملايين معتمر سنة، الايرانيين 700,000. اي لكن احنا عندنا الخصم نتاعنا، عندنا الخصم نتاعنا، ما عندنا حتى دخل في الاخرين. ما فهمش قصدي، اذا يتخلفوا له هو 50 على 700,000. انا نحب نسال سؤال، علاش المشكله هذه ما حصلتش قبل 14 جانفي ولا صارت قبل؟ لا موجوده، لا موجوده من قبل. ولا المواطن التونسي ولا يتخلف ولا يحب السعوديه كان بعد 14 جانفي؟ لا لا كانت موجوده من قبل، ولكن قلت لك ان التشريع السعودي تدرج في النسبه هذه، كانت 5%. وقت اللي كنا نعمله في 25,000 5% 2500 25,000 2500، دونك العدد كبير وصلت طول. خليني نعطي كلمة لسي محمد علي بوصفه رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، يمكن تحقق لكم مطلب. لطالما حتى قبل 14 جانفي كنا نحكيه على الاحتكار من طرف الشركة شركة الخدمات الوطنية والإقامات، كي تحل الباب مالوروزمون تحل، لكن في برشا إشكاليات. كيفاش سي لقيتوا صعوبات في الجامعة، لقات صعوبات بعض وكالات الأسفار وقت اللي باش تبرم عقود مع المتعاهدين؟ بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. الحقيقة احنا مسألة التحرير هذه كما قلت من قبل 14 جانفي احنا نجريو عليها، مش جديدة هي، لكن ما سهلش ربي، سهل ربي سناء في 2013 بعد معناها صولات وجولات كما يقولوها، وخلطنا التحرير الجزئي، دونك الباب ما تحلش ميترد ديزون مردود شويه. خير من بلاش، 25% خير من بلاش. الحمد لله احنا علينا انه نثبتوا انه احنا جديرين بالشيء هذا، ونصور هذا هو التحدي اكزاكتومون. ان شاء الله القدام تتحل كومبليتمون. انا نحب نبدا منين انتهاو سي احمد وسي عبد الحكيم. سي احمد هو يمثل وزارة الشؤون المدنية، قال لك احنا كنا نطيروا بجناح واحد، هو واضح ذولي اي انسان يطير مش بزوز جناحات مالي انه لا قدر الله يسقط واحد. ونحكي كلام سي عبد الحكيم اللي قال لك احنا بعثنا في نوفمبر، ولكن نظرا نفتحوا لي بلي وبعد ذلك جاء والاوفر ماهيش الاجراءات اللي الاداريه خذت منها. كيفاش نجموا نتعاملوا مع شعيره دينيه مع مساله بالحجم هذايا بالطريقه هذه؟ جناح واحد وابل دوفر وشوفها تجي وما تجيش، هذا ما قالوا الا يعطي نتيجه كما اللي صارت. الاحرى في الشيء والاصل في الشيء شنو؟ انه احنا واقفين على الحقيقه، هو انه يلزم تحرير العمره بما فيها شركه خدمات وطنيه والاقامات تقعد تخدم، لانه نفهم انا يمكن الدوله يلزم تحافظ على يد على المساله هذه، لانه تعرف كيفاش تحرر الكليه. مش تحرير، هي تحررت، لكن الطالب وربما بان النسب تكون متساويه. لا لا لا. شوف كي نحكيو تحرير ما عادش نحكيو نسب، هي اكبر غلطه واكبر مشكله، وانا جايين باش نجاوبك على السؤال، لكن قعدنا نتعالجوا في النسبه. لانه اليوم انا عندي 180 وكاله اسفار من مجموع 600 واش يخدموا العمره، تنجمش تقول لي ال 10,000 كيفاش تقسمهم؟ ما يعلم رب ما يعلم بنا كان ربي احنا كيفاش نجمنا نعملوا دي كريتير وان سيستم دو سكورينغ، فهمني، على حسب الخبره وعلى حسب الجهات وعلى حسب معناها حكايه وعشرات الاجتماعات باش نجمنا نخرجوا. طبيعي باش تقول لك حتى انا اعطي صحيح النسبة، كل واحد يقول لك انا اجدر وانا نجم. لكن احنا نخاف، لانه اول شيء هذه مسؤوليه كبيره، لانك ماكش تهز انت في مواطنين يحاول، هذا تهز في ناس عاده ناس كبار في السن ومطالبين باش نوفروا لهم معناها مرافقه ظروف حتى صحيه مناسب
عندنا وزارتين يتبعوا فينا، وزارة السياحة وزارة السياحة وزارة الشؤون الدينية، عينهم علينا، لأنه يقول لك يا خويا هذايا معنا مسؤولية كدولة مسؤولين عليها. دونك شوف الثقل على ذاك شيخين وزارة الشؤون الدينية وزارة السياحة يراقبوا من بعيد من بعيد، كان فما مشاكل هاو يراقبوا من بعيد. أنا سامحني مش شيخين، كل واحد يقوم بدوره، الأصل هو دوره المراقبة ويزم يعرف كيش يقوم بها، وأنا دوري التنظيم ويزم يعرف نقوم به. أنا في الحكاية دي دور المراقبة والتوعية أيضا، هم قامش بدور التوعية هو هنا، هو نقول احنا وخروا في التوعية. ليش؟ لأنه تول التخلف هذايا سبب من أسباب الكبار في نظري أنا، هو قلة التوعية وقلة الوعي. أنت قلتها الاثنين، يعني مثلا نحن البارح برك في لجنة العمر حاج نحكيوا عليه الموضوع هذا، ناقصين مثلا ملفات في التلفزة، ناقصين في خطب الجمعة في الجوامع أنه فهموا الناس خطورة الموضوع هذا. لأنه يمشي المواطن البسيط يمشي يقول لك أنا مش نقعد الحج نزيد شهر وكذا في ظروف ما يعلم بها كالربي، لكن ما يعرفش هو كي يتخلف يحرم خوه، يحرم ولد عمه، يحرم جاره من العمرة. دونك احنا لازم نحسوا بشي هذا قبل ما نوصلوا لمساله الكمبياله ونوصلوا للتعسف نوعا ما اللي صار. نرجعوا نحكيوا عليه حكايه الكمبياله. فما مرحله نعم تاع توعيه لازم. خليني حكايه قلت لي لا نطالبوا، كيفاش تطالبوا التحرير كيفاش تكونوا؟ مش نعطيك مزايا التحرير هو علاش نطالبوا به؟ لانه فيه مزايا. كيفاش تشوفوه ساعه؟ اول شيء مزايا للبلاد. تحرير انه تفتح كومبليتمون العمره لجميع الوكالات. بما فيهم شركة الخدمات الوطنية والإقامات اللي هي تمثل معناها واللي نجح في جلب المتعاهدين أكثر هذاك صح؟ لا مش متعاهدين هو كل وكيل تونسي، كل شركة تونسية باش نسهلوها عنده الحق يتعاقد مع وكيل سعودي. كيفاش كانت العملية؟ كان عندنا شركة تونسية شركة سعودية، التوانسة الكل يمشيوا عبر الشركة هذه. كي يصير معناها التخلف بنسبة معينة تفوق نسبة 1%، شي يصير يغلق النظام على البلاد كل بحكم أنه مش يغلق على الشركة هذه. كي نحلوا نحن شركات الكل، نجم انا نكون سامحني وكيل اسفار ما نعرفش نخدم وعملت نسبه تخلف، السيستم يسكر علي انا ما سكرش ما نحرموش على الناس. دونك هذه جست باش نكمل، هذه المساله بالنسبه للبلاد، معناها للبلاد ما عادش فما مشكلة عمره، سورتو العمره تبدا في ديسمبر راهي. معناها انا نجم نكمل توا نبدا نخدم غدو، علاش؟ لاني نخدمت 500,000 2000 كل واحد هكا، باركونتر وقت شركة تخدم 47,000 وقتاش مش تنظم أمورها بتسكر دوسياتها القديمة وتعاود تحل جديد، ما تنجم تبدا كان بعد 3-4 شهور نكون خسرناهم. فهمتني؟ والحاجة الثانية المزية من المزايا معناها الأخرى هي مزايا اقتصادية، لأنه أنا عندي 180 وكالة، كان كل وكالة تخدم معناها في 10 من الناس هذوما 1800. الكل حكاية الضمان باللي طالبين حكاية الضمان على كل معتمر 300 دينار وقت اللي تبدا العمرة خارج رمضان و600 في رمضان. هذيك خاصة بنا احنا، هذيك ضمان يتسمى نتاع المسؤولية المهنية، هذاك بالعكس لحماية المعتمر. أي لكن هنا باش تحرم بعض وكالة الأسفار، معناها اللي عنده راس مال كبير ينجم يتعاهد مع متعاهد سعودي واللي ما عندوش نبشرك للمسألة هذه. الجامعة ما قعدتش معناها خمت فيها وعملت كونترا داسيرونس ما يفوتش 15 دينار. يعني المسؤولية المهنية هذه تتسوقر وعملناها بالاسيرونس حلينا المشكلة. فريد، يعني برشا كلام، تخلف المعتمرين، الاحتكار اللي قعد على امتداد عشرات السنوات، اليوم نجنيو للاسف نتائجه السلبيه. يعني ومعناها امر نراه انه عادي وهي نتيجه حتميه لتطور تاريخي كامل بالنسبه للحج والعمره في تونس. امر معناه ما نجم يكون كان بهذا الشكل، لانه اليوم وصلنا لوضعيه نقطه لا رجوع كما نجم نقولوا بوان دو نو غوتور. علاش؟ لانه السياسه معناها بالنسبه للحج والعمره منذ 98 تاريخ احداث هذه المؤسسه اللي اخذت الاحتكار التام لمساله العمره لليوم، ونعرفوا الكل الظروف اللي تعملت فيها الشركه هذه، ونعرفوا الكل تاريخيا شنو الممارسات اللي كانت معناها تصير عبر التاريخ بالنسبه، وكنا حتى قدمنا ملفات سابقه على هالمساله هذه، وهناك حتى مسؤولين كبار مسؤولين في هذه الشركه هذه مازالوا توا يعانيوا على مستوى القضاء، ثم شكون فيهم موقف ربي فرج عليه ان شاء الله نتجاوزوا هالازمه هذه راها معناها نتيجه عاديه بالنسبه لي، بل تاخرت، انا راها تاخرت، لانه المفروض انه المصيبه بالنسبه اللي قاعدين عايشين فيها توا كانت ربما تكون في سنوات سابقه. لانه بالحق
اليوم قاعدين انا مش نقولوا قاعدين نطيروا بجناح برك كما تفضل منذ حين معناها اخونا الكريم منذ حين، انا نقول لا كنا داخلين في حيط. علاش الكلام هذايا؟ لانه اليوم علاش الاشكال تطرح كان في تونس؟ هو واضح علاش يطرح كان في تونس، تغلق كان على تونس فقط، راه ما تغلقش على البلدان الاخرى. ها باش نبينوا علاش ما تغلقش على البلدان الاخرى ونحسوا بها كان في تونس. شنو يعني 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 حتى لو كانت تجاوزت في بلدان اخرى صارت تجاوز رغم ما تغلقش على البلاد كامله كما كان يقول معناها معناها الاستاذ عمليه العمره. اليوم بالنسبه للسعوديه عندها الحق، نفهموا ناخذ من الجانب السعودي وتاثيره على وعلاقته بالجانب التونسي. معناها الدوله السعوديه عندما تعمل البريفيزيون تاعها ناس تنظم وتخطط منذ معناها منذ يوفى السنه هذه يبداوا في الخدمه الموسم القادم، لانه عايشين في يمكن في بالمساله هذه، لانه الحج والعمره بالنسبه للسعوديه سي فيتال، ناس عايشين بهم يبداوا يحضروا البريفيزيون تاعهم. وقت يقول لك انا مثلا نعطيك مثال بالنسبه للعمره، ناخذ اي رقم يقول لك باش يجيني 3 ملايين معتمرين في الموسم هذا مثلا، ناخذ الرقم هذا، طاقه الاستيعاب نتاعهم، الخدمات اللي يوفروها، الناس اللي يوفروها، الانفراستركتور كامل، كل شيء محسوب، كل شيء محسوب بالعدد اللي بالنسبه للحج زاد كيف كيف، طاقه الاستيعاب، الخدمات الموجوده يعني كذا. تسكر كان على تونس هاني جايك هاني جايك نوضح لك من بعد. اذا انا نعمل دي بريفيزيون تاع 3 مليون 3 ملايين، نجي في موسم الحج نلقى 5 ملايين و6 ملايين، الامور الكل تدخل بعضها في السعوديه، يكثر السرقه، تكثر الخطف، ناس مطيشه مش موجوده، والكل يرجع على ليماج دو مارك بتاع السعوديه اللي هما يهمهم حاجه كبيره ياسر، ليماج دو مارك بتاع بلاد ليماج دو مارك بتاع بلادهم. يقول لك انا لا، انا عملت دي بريفيزيون بتاع 3 ملايين جاوني 6 ملايين، دخلت الدنيا بعضها في السعوديه، هات نحاسب الوكالات السعوديه اللي عندها تراخيص اللي هي باش تنظم. انت يا سيد تعاملت مع قداش من بلاد ما يهمنيش فيك، تخلف عندك ما يقارب 500 شخص، انا نسكر تتحمل مسؤوليتك. في السعوديه في مصر ما يقلقهاش، لانه عنده 1000 وكاله اسفار ولا 500 وكاله اسفار تخدم وتنوع الخدمات، والوكاله اللي تقصر هي اللي تتسكر. في تونس لا، عندنا سباله واحده، السباله هذه نهارت لي سير اشكال تونس كامله، العمره كامله تتسكر على تونس كامله ما تسكرش. وهذا اللي قاعدين نناديو به منذ سنوات، وقاعد تعاني فيه وكالات الاسفار، قاعد يعانوا فيه على كل المستويات، مستويات الاقتصاديه، مستويات التنظيم، مستويات معناها الجوده. لانه شوف راهو عندما في كل الميادين، اذا انسان برك او شركه برك، اون بيرسون فيزيك او مورال معناها ذات طبيعيه او معنويه، تعطيه هو برك الاحتكار، يعمل اللي يحب هو، يعطيك السوم اللي يحب هو، يتصرف بالشكل اللي يحب هو، رداء حتى في سامحني راهو مش معناها نحكي على الوحده، هذا بصوره منطقيه، معناها امور منطقيه معناها. بينما كي انا نحل وكالات الاسفار، يولي هناك تنافس بين وكالات الاسفار، نجموا يتحرموا هي اللي تعاملوا مع الوكاله هذيك 5000 دينار ونعطيك جوده، يجي الاخر يقول لي نوفر لك ب 4000 دينار مع جوده اكثر، شكون باش يستفاد؟ يولي عندنا الخيار، الاقتصاد سور لو بلو ماكرو على مستوى الاقتصاد برمتي، على مستوى وكالات الاسفار اللي تولي تشغل اكثر الناس، هما بيدهم يخدموا يد عامله وتتنوع الخدمات، والمواطن كذلك معناها تتحسن بالنسبه له الخدمات. هذا هو الاشكال الموجود. سي عبد الحكيم، فما حديث على شروط مجحفحتها سناء المتعهد ولا الوكيل السعودي، منها الكمبياله نتاع 7 ملايين هذه اللي سمعنا عليها. الكمبياله ب 7 ملايين ما حطاش المتعهد السعودي، هي ساعة نشوف الظروف اللي تم فيها التعاقد السنة. وقت اللي وصل العرض واحد من شركة إلياس قلنا وطلع غير مثمر، شركة الخدمات الوطنية والإقامات طلبت من رئاسة الحكومة الموافقة أن تتنقل لجنة على عين المكان بالبقاع المقدسة للتفاوض مع المتعاهدين السعوديين، وباعتبار أن خدمات العمرة ما هيش صفقة عمومية، وافقت الإدارة العامة للصفقات العمومية على هذا الإجراء، ومشات لجنة وكان من ضمنها سي أحمد وكنت من ضمنها أنا، ووجهنا الدعوة ل 42 مؤسسة سعودية الكل، قلنا لهم هنا جينا نحبوا نتحدثوا معكم، مشيتوا على عين المكان، على عين المكان. جاوبونا ستة من 42، من 42 ثلاثة اعتذروا قالوا لا. يعطيوش الأسباب سي عبد الحكيم؟ والله ماذا بينا لا، وما عندناش خافوا لتراسيلهم عام الجاي ما يخدموش، مفهومة بدون ما نعرف في التفاصيل. بكل لطف قالوا لنا لا،
البقية ما جاوبوش. الستة اللي قبلوا، الستة منهم ثلاثة قلت لك اعتذروا، بقوا ثلاثة. الثلاثة هذوما قدموا لنا عروض، صنفناهم وحسب الأفضلية اتصلنا بالأولين، ناقشناه في العرض متاعو وتقدمنا أشواط، أشواط كبيرة أي؟ إلى أن بلغنا مرحلة التعاقد. احنا باش نوقعوا العقد، وصل العقد عند صاحب المؤسسة قال لا ما نتعاقدش مع تونسي. هذه كيفاش بعد ما وصلنا للمرحلة هذه يا ستار علاش؟ قال لا. مشينا للجدة تلاقينا معاه وسيد وزير الشؤون الدينية خاطبه في التليفون وعطاه تطمينات، قال أوكي نتعاقد مع تونس. من غدوة الموظفين الشركة يعملوا له وقفة احتجاجية، يقولوا له احنا نخافوا على خبزتنا، التونس هذو ما يتخلفوا من العمرة إلى الحج، يا أخي ما تتعاقدش مع تونس. بعثنا اعتذار. ما تتعاقدش مع تونس معناها يا رسول الله لهالدرجه صورة تونس وليت نعم. ياسر خايبه معناها حتى في حج وفي عمر. اكد لك اللي احنا في البقاع المقدسه وصلنا همنا الوحيد ان نحافظ على كرم تونس بكل صدق، في مع المتعهد الثاني اللي بشرناه ما دام الاولاني طاح في الماء. وصلنا الى كلام غير معناه حاد. أنا شخصيا قلت له يا أخي والله شيء يجعل قلب على بيت الله، معناه مش معقول باش نوصلوا للحد هذايا. جلستين مع المتعهد الثاني كل جلسة دامت 9 ساعات. الجلسة الأولى كان حاضر فيها المحامي متاعو والمستشار المالي. بعد 9 ساعات اتفقنا على التعاقد. الجلسة الثانية 9 ساعات ونحن نتناقشوا في شروط العقد، لا نحي هذه زيد هذه نقص هذه، وشروط قلت لك ولينا معناه ولات كرامة تونس في المجال. وصل في الشرط في العقد أنه إذا كان تسجل 10 حالات تخلف على تونس يقفل علينا السيستم. نسألك سؤال، تفضل. هزيتوا مستشارين قانونيين معاكم بالنسبة إيه؟ له؟ شو معنا مستشارين قانونيين في القانون؟ علاش السؤال هذا يا سي فريد؟ بطبيعة الحال قاعدين يناقشوا في مسائل دقيقة، مسائل قانونية. هو هكا معناها يعطيكم صحة في المسألة هذه. هو ايش كان يقول؟ المتعهد السعودي عنده المستشار المالي ومستشارين قانونيين معاه يقعدوا معاه كامل. مستشار كذلك بالنسبة للوفد التونسي لازم يتكون من مستشارين اقتصاديين، مستشارين ماليين، مستشارين قانونيين. معناها وين وصلت في الأخير؟ وصلنا تعاقدنا مع المتعهد الثاني هذا ورجعنا بالعقود إلى تونس. إي حكاية الكمبيالة شنية يا سي عبد الرحمن؟ هاني باش نوصلها. المتعهد الثاني اللي تعاقدنا معاه وهبطنا بالعقد لتونس وبدينا باش نفعلوه يبعث لنا مراسله ويفرض علينا شروط جديده. اللي هي شروط غير مقبوله معناها ولا تعجيزيه معناها اكثر من تعجيزيه. شروط مثلا ناسين اعطينا الشروط شنو؟ مثلا كل متخلف تعطيني عليه 3000 دولار، اذا بلغ عدد المتخلفين 3 يقفل علينا السيستم. لا ولات ضحكه معناها ما عادش امر غير طبيعي وغير عادي. بطبيعة الحال إذا كان رفضناه إيش باش نعملوا؟ ولينا بصفة عاجلة ربطنا قنوات الاتصال. هذايا فين التاريخ توا نحكيه وإحنا فين التاريخ؟ هذايا في أفريل. في أفريل. في أفريل إيه. في أفريل. معناها تقريبا كلية شد التخته وإحنا مازلنا نتفاوضوا والناس رافضة إنها تتعامل مع تونس. موسم العمرة السنة اللي فاتت وقتاش يوفى هو؟ يوفى اي معناها بالمواسم يوفى في شوال في العيد الصغير بعد رمضان ديزون كنا نجمو نبداو في سبتمبر هذا نجمو نطبقو في ديسمبر. السؤال نتاعي هذا علاش هذا علاش خاطر فما حديث على انه احنا بدينا نيغوسيسيون مؤخرا فما امور تقنيه ما تنجمش خلينا نكملوا بسرعه سي عبد الحكيم. ربطنا مع شركه الياس اللي هي المتعهد الثالث وجاء لتونس واقنعناه بالتعاقد مع تونس وابرمنا العقد. هذا اللي تو تعاقدنا معاه ابرمنا العقد بشروط مقبولة مقارنة بالشروط الأخرى. مثلا شنو أنت قلت مقبولة مقارنة بشروط التعجيزية مثلا الأخرى. شنو ما طلبش علينا ضمان مالي لأنه الأخرين طلبوا 3000 دولار على كل متخلف. لا وفرض علينا الكمبيالة 30 مليون ريال 13 مليار ضمان. في حال شنو؟ ضمان ضمان إذا كان يبلغ عدد المتخلفين ما يجعل السيستم يتقفل عليه يفعل الضمان المالي ياخذه. بمالا شنو هي الشروط اللي حطتها الشركة ذي اللي رسلت عليها العقد؟ طلب علينا كل متخلف نعطيوه 7000 دينار. يعني العقد ولا الشرط
نتاع 7000 دينار موجود باقي في العقد بيننا وبين المتعهد السعودي. يعني باش تولي شركة الخدمات والإقامات تطلب هي بيدها 7000 دينار على المعتمر. بالضبط. معناها الكلام إن نقولوا الحكاية 7000 دينار تنحات مش صحيح، الشرطة ذي باقي. لا تنحاتش. ما تنحاتش. بيئة الحال. ولكن كيفاش نجسموه؟ احنا عندنا المتوقع السنة أن شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش تخدم مع 35000 معتمر. هل يعقل أنه أنا كل واحد ناخذ عليه 7 ملايين ناخذ ضمان 7000 دينار على كل تونسي؟ هذا بلي قداش قداش عمرة السنة تكلفت؟ قداش العمرة للفرد؟ والله العمرة مادام تحرر القطاع احنا عندنا سعر العمرة اللي نبيع به الوكالات الأسفار اللي هو 780 دينار للمنتوج الأول و 630 دينار للمنتوج الثاني، يضاف عليها تذكرة السفر، تذكرة الطائرة. أعطيني الكل سي عبد الحكيم، منتوج أول ومنتوج ثاني. واحد باش يمشي يعمل عمرة، ما تحبش تقول شركة الخدمات الوطنية والإقامات يا والجامعة قداش تتكلف؟ واحد يحب يمشي يعمل عمرة، فما المارج نتاع وكالة الأسفار اللي ما نجمش نحددها أنا. أعطيني أنت بلاش مارج نتاع وكالة الأسفار، حدد لي المارج نتاعك. احنا نبيعوا لوكالات الأسفار 780 دينار. الكل سي عبد الحكيم. شنو 780 دينار العمرة؟ ما يهمنا. تذكرة الطيارة، هو هذاك الشيء يهمه. ضيف عليه تذكرة الطيارة. قداش تتكلف بعد تذكرة الطيارة؟ هي في الأشام تاعها من عند شركة الخدمات بالطيارة تطيح في 1800 بابري. 1800 يعني فما زيادة مقارنة بعام ناوي ولا موسم عام ناوي؟ بطبيعة الحال. نتاع 400 دينار يظهر لي. لا أقل. الزيادة ناتجة على عنصرين هامين. العنصر الأول هو التأخر في التعاقد. لأنه لما نتأخروا في التعاقد الدنيا كله فات غاديك، دونك احنا ما ناخذوا كان ما تبقى. ولكن السناء ربما بشرى للتوانسة انه ما تبقى هذا تحصلنا على منتوج راقي وراقي جدا يليق بالتونسي. هذا الحكم يجي، هذا الحكم يجي في التقييم من بعد. اليوم عملنا بلاتو، اعطينا نتهناو الطياره تجي للبقاع المقدسه وقت اللي يروحوا والمعتمرين نتاعنا ان شاء الله لاباس، حتى وقتها نعملوا تقييم لموسم العمره به. يعني حكايه ال 7000 دينار باقيه، هذا من الشرط الموجود، لكن قلت لي ما نجموش على 45000 معتمر. كيفاش اذا كل واحد يقولوا له اعطينا 7000 دينار ضمان؟ مالاش باش تعمل؟ باش نعملوا كيمبيال. الكيمبيال هو بالله نفسروها فرد مرة للمواطن التونسي والأستاذ معنا. الكيمبيال هو عبارة على ورقة مجانا تعطيها وكالة الأسفار حتى إذا باش تشريها من برا 200 مليم ولا 300 مليم. 480 مليم. نعم 480 مليم. 480 مليم. ويعمل تعريف بالإمضاء 500 مليم، يعني أقل من دينار الكلفة نتاع الكيمبيال. إذا كان المعتمر روح قولوا له هاي الكيمبيال نتاعك ان شاء الله عمره مقبول، اذا ما روحش يتعدى بعد الحج للبلاصه اخرى فعلوها تولي فلوس. جامعه الاسفار قابله بهذا الشرط؟ نحكيو الصراحه. اي صراحه بتطلع الصراحه بطبيعه الحال. احنا من الاول ما قبلناهوش. اول ما قعدنا مع شركه خدمات الوطنيه والاقامات رفضنا رفض شديد، لكن لما اطلعونا على العقد والشيء اللي مفروض عليهم من الوكيل السعودي ما عادش فما حل. يعني يا هكا يا ما فماش عمره. ماش فما خيار. والمعتمرين قبلوا بالله والله عم ضد مساكن الحقيقه نتاع ربي اللي باش ناوي العمره، ولو هو فما مبدا يقول لك اذا كان مشى وروح في وقته فماش اشكال. لكن ديما احنا شنو المواطن مو يخاف يقول كان مش حكم بيلا وخلي شكون يعرف، فهمتني؟ فما الباب الخوف موجود. 7 ملايين انا مش شويه 7 ملايين في الظرف الثاني. 7 ملايين شنو الاشكال فيها؟ اذا كان المعتمر ناوي باش يروح. باش يروح كما قال لنا السعودي. اللي ماشي على حسن النية، اللي ماشي على حسن النية حتى على 100 دينار يوقع لك مش 7000. خليني نمشي لوزارة الشؤون الدينية، تي وينكم حتى في الجانب التوعوي؟ علاش على علاش دينار بالله من الناحية القانونية؟ تو انت كي تاخذ 7000 دينار انت متأكد من المؤونة نتاعها 7000 دينار هذيا؟ المؤونة هذيا علاش قلت عندنا مستشارين؟ ثم اشكال اخر، لانه بالنسبة للسعودي هو انت التونسي معناها المعتمر التونسي باش يسلم لك وكالة الاسفار او لكم انتوما 7000 دينار كمبيالة فيها 7000 دينار. واذا يتخلف فعلين انت باش تكون مجبور باش تدفع للشركة المتعهد السعودي فلوس منصفة بينه وبين وكالة الاسفار منصفة. طيب وباش تقعد انت تجري باش تستخلص الفلوس هذه من التونسي لانه يعني مش بالضرورة يكون عنده المعنى المؤونة نتاع الفلوس هذه. بالضبط. المؤونة موجودة في نص العقد، فما عقد؟ لا 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 لا. شنو هو الضامن اللي سيد توي نجم يقول لك انا باش نروح باش تنصحح لك كم؟ ما عندوش فلوس معناها، لكن من بعد ما عندوش السبعة ملايين. هو اش تعمل انت مع الوكيل السعودي؟ معناها 3 ملايين ونص لشركة الإقامات والخدمات و3 ملايين ونص لوكالة الأسفار. بالضبط.
معناها جا باش يربح. في كل الحالات الوكيل السعودي ياخذ فلوسه. هو المشكل باش يقعد قائم بين الوكالة والجامعة في تونس، معناها في بيناتنا نحن. الحقيقة مش بها وزارة الشؤون الدينية ما تتحملش من الميزانية نتاعها. وزارة الشؤون الدينية هي دور مراقب، هي رئيسة اللجنة الوطنية للعمرة، هي مسؤولة على التنسيق. دور شرفي معناها أنا اللي فهمت. لا لا لا، لا دور كبير. البارح كنا في اللجنة الوطنية للعمرة، اجتماع دام من 10 نتاع الصباح للساعة 2:30. تي وين توا ياسي عبد الحكيم؟ توا باهي مو ديما التونسي يحكي على الفلوس وعلى التكلفة. خليني سيدي أحمد نحكي شوية. توا إذا باش نحكي وتقولي لا دورها كبير، في شنو بالحق الدور هذايا؟ حتى كان باش نحكيو على 7 ملايين في الاخر، واذا المعتمر معناها بك الشوق اللي عنده اللي باش يمشي يزور بيت ربي والبقاع المقدسه يصحح على الكمبياله، وهو يعرف روحه ما عندوش القرارات هذه تتخذ في اللجنه. حتى الخسائر بعدها باش تكبدها شركه الاقامات والخدمات ووكاله الاسفار. وزاره الشؤون الدينيه شنو تقول لي دور كبير؟ هو باش نحكي لك انا على دورها. اصبر شويه برك، ربي يبارك فيك. ربي يكون عندكم دور. ربي يبارك فيك، ربي ينورك اخت. اول حاجه نحن ساهمنا مساهمه كبيره جدا ودفعنا دفع جاد نحو تحرير العمره، حتى حلينا زوز اشكالات. الاشكال الاول هو تاخر فتح موسم العمره في البلاد، وهذا تواصل ان شاء الله السنه هذه باش نشوفوا ثمره تحرير العمره، انه الموسم باش يفتح في ديسمبر ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله عز وجل. ونحن نتمناو انه الموسم هذا يمر سلامات وننجحوا فيه متعدد الى غير ذلك. المساهمه الثانيه اختي، انا ذكرت لك انه نحن لقينا عقبات، راه اول ما في 2012 لقينا مشكل نتاع انه العمره ما تفتحش في البلاد، وساهمت وزاره الشؤون الدينيه مساهمه جاده في اقناع وزاره الحج انها تفتح لنا استثناء موسم العمره، وفتحناه في 2012. لكن باش نجي فما زوج ملاحظات اختي الفاضله. تفضل. عدد المعتمرين قرابة 5 ملايين و500 في العالم. المعتمرين يتخلفوا منهم 8000 تقريبا، نحن 400 منهم. مقارنة بعدد السكان وعدد المعتمرين شيء بعيد على بعض. هذا يا رقم باش يبدا عندك. ثاني حاجة باش نصحح نقطة بسيطة سي عبد الحكيم، أنا ما كنتش في الوفد نتاع العمرة، مشيت في الحج، ولكن اللي كان معاكم هي هي اي كنت فيها نفس الاشكاليات. معناها باش تسكر الحج باش تسكر العمره، مفصولين هما. لا باش نفهمك، العمره شيء والحج شيء، والشركه هي تحت اشراف رئاسه الجمهوريه، واللي مشى في الوفد هو ممثل عن رئاسه الجمهوريه اللي يبرم العقود. اللي يمشي اللي يمشي، مرحبا بيه اللي يمشي. لا المهم قصد. النتيجه اللي باش يجيبها لنا. ما فهمتش قصدي، معناتها الاخ عبد الحكيم صح له في غلطه. اللي انت ما كنتش في الوقت، مشيت في الوقت الحج. الحج. سي محمد علي، معناتها نحن مع تحرير العمره، وانت فاهم انه نحن مقتنعين انه هذايا حل رائع جدا، وانه باش يسهم في تنوع قيمة الخدمات، تنوع الخدمات، ضمان حسن سير الموسم، تنوع مدتها إلى غير ذلك. ممكن ندخلوا في تنويع خط الطيران، ممكن ندخلوا في تنويع المدة، تنويع نوعية النقل، ممكن نمشوا للنقل البحري للتخفيض من سعر العمرة إلى غير ذلك. إن شاء الله باش نمشيوا في عدة خطوات نناقشوها المجموعة الوطنية، الناس المداخلة في اللجنة الوطنية للعمرة. هذا في الأيام القادمة. خلينا نظلم نحن توا، نحن توا لا، نحن سنة إن شاء الله باش تنطلق نهار السبت بإذن الله عز وجل. أول رحلة إن شاء الله تنطلق نهار 11. أنا حكيت لك إنه الخطوات اللي عملناها هي تحرير عمرة. اللجنة الوطنية للحج والعمرة ولات عندها أمر، معناتها ولات بأمر، ما كانت فاكولتاتيف، كانت حاجة ثانوية. توا خرج أمر في 30 أفريل هذايا، التحرير في 31 جافي كما ذكر. الآن من الوثيقة التوجيهية إن شاء الله نمشيو إلى تطوير كراس الشروط الخاص بالوكالات باش تولي كراس شروط يتضمن نشاط العمرة وتولي مسألة أكثر قانونية. ناويين نبعثوا جهاز رقابي للمتابعة والتقييم، وإلى حتى نمشيو الخطوات أنه يقوم بخطوات زجرية ومعاقبة اللي يتخلف معاقبة اللي يتخلف، معاقبة اللي ينظم التخلف. خاطر عنا نحن عنا ناس تخلفت وعن عليها مستندات وقعتها، وعن ناس نظمت التخلف وعن عليها مستندات، ولكن المشرع ما عندوش قوانين باش ينفذ هذه، باش يجرم هذا الشيء ويعاقب الى غير ذلك. نحن ناويين نبعثوا هذا الجهاز للتقييم
والمتابعة والترشيد وإلى غير ذلك. أي مشكلة، خلنا نحكيه على التوعية قبل الزجر، خلينا بلكش إنه ننجحوا في أن نوعيهم ما يتخلفوش. هذا واجب. احنا قلنا أنه كيفاش ناوية الوزارة تبعث معهم وفود غادي للتوعية، ناوية كيفاش تعمل جنب التوعوي حتى الجمعة صلاة الجمعة بالنسبة للناس أو وعاظ اليوم مبينوا معنا الجهات الكل. البارح نحن اتفقنا في اللجنة الوطنية للعمرة اللي فيها الوزارات الكل والجهات المتداخلة الكل، اتفقنا أنه باش نقوموا بحملة تحسيسية إلى جانب الخطوات الوقائية اللي خذيناها خذوها نتاع الكمبيالة أو إلى غير ذلك، أيضا التحسيس من أنه هذا جرم في حق تونس، في حق المواطن، في حق خوك اللي يحب يمشي للعمرة، أنه هذا أدبا وخلقا في حق البلاد. خاطر وقت اللي يجيك سعودي، أنا مع احترامي للسعوديون، يوصل سعودي يقول لك ليه ما نتعاملش مع تونس؟ لا لا، هي شركة أغزل أختي، شركة ما قالتش ما نتعاملش مع شركة فلانية ولا شركة فلانية. أختي اللي قالت أنا ما نتعاملش مع تونس. اسمعني بالباهي، اللي ينظم الحج اللي ينظم العمرة في السعودية هو تاجر اسمه مزود سعودي، واللي ينظم العمرة في بلادنا تاجر أيضا. لا ما هوش موقف رسمي، أيوة. لكن نحكي لك حتى الشركات هذوما الاثنين ما يساعدوش سي محمد علي، ما يساعدوش يمشي أجر فندق نوع كي يوصل غاديك المزود يعطيه فندق آخر، يقول لك أنا ما نتعاملش مع مزود يغشني. هو نفس الشيء السعودي، المزود السعودي يقول لك أنا ما نتعاملش مع وكالة تسبب لي التخلف وتضرني، نعم. تسحب لي رخصتي، وخاصة أنه تسحبت الرخص وصار الشيء هذا، مش ما صارش معناتها. شكرا لك سي محمد علي، نعطيك كلمه الختام في الموضوع. والله انا زوز مواضيع، الموضوع الاول اللي سالتني بكري على السعر، عطيتك الكلفه باش اللي يشاهدوا فينا ما يغلطوش، قلت شبي يحكي على 1800 والعمره تباع ب 2200 لازم ينفسر، لانه احنا كي نشريو السعر اللي عطيته لك هذا اللونات، يعني ما فماش كلفه المرافق اللي احنا كوكيل اسفار لازم نخلص له نقله وسكن نتاعو والطائره نتاعو كذا تتزاد على الواحد على السعر كذلك، وحنا مطالبين بمرافق على كل 25 فرد، وكذلك زاد جميع لي سيرفيس يوفرهم وكيل اسفار كي نشوفوهم يعني من الاخر العمره بالنسبه للرباعي بالنسبه لي انا معناها المارج نتاع وكيل اسفار في حدود 10%، اللي هي نتصورها اقل شيء معقوله في المتعامل به في التجاره بصفه عامه. يعني 10%، يعني كي تقول العمره تتباع اليوم ب 2200 معناها يلفو كومبرون كو لاجون دو فواياج الى اونتر 100 و 200 دينار دو بينيفيس. النقطه الثانيه هي ما يزنش نتعدى ما غير ما نقول اللي المنظومه، انا احنا اليوم بسبب اكيد الاحتكار هذا، واحنا كجامعه تكلمنا ياسر في الموضوع وحكينا ياسر مع شؤون دينيه ووزاره السياحه باش وصلنا للحل هذا، واعطينا مزايا التحرير وللاسف معناها مشاكل الاحتكار اللي ورثتنا الشيء هذايا، وكان عندنا فريمون برشا مجهودات مع الاخيان باش نوعا ما اقتنعوا نديو بالتحرير كلي لانه هذاك هو الحل. لكن ما يفوتنيش باش نشكر زادا بكل صراحه، حكينا على المزودين السعوديين كذا، يلزمني نشكر السفاره والقنصليه السعوديه في تونس، لانه كل عام احنا نوخروا فيه، ما عندكش فكره على الضغط اللي يصير من بعد على القنصليه باش تنجم في ظرف قصير يأشر لك وعدد مهول من الجوازات، ولهذا الناس زادا يعاونوا فينا، يلزمنا نقولوا لهم بارك الله فيكم. كلمة الختام أنا نراها أنه يجب أن نتخذ إجراءات زجرية، صحيح تسبقها التوعية على عديد المستويات، على مستوى زجرية يعني لا اليوم النجم نوصل حتى العقوبات، إنسان اللي تخلف هذا قام مرتكب مخالفة، يا أخي الجرائم هي شنية؟ إما مخالفات أو جنح أو جنايات، إنسان اللي ارتكب مخالفة نجم اليوم إما نسحب له جواز السفر نتاعه أو نمنعه، مثلا نخرج أنا دي سبوت بيبليسيتي أو نطور القانون نحو أنه نمنعه نهائيا باش يعاود يعمل عمرة في المستقبل جملة، اللي تخلف ويمشي راهو ما عادش يخرج جملة، راهو نفك له باسبوره، راهو ينجم حتى توصل حتى عقوبات بالسجن لأنها تأثر على البلاد كاملة، راهو شعيرة الحج والعمرة ماهيش سهلة بالنسبة للتونسي والكل المسلم. إذا إنسان الناس 10% أو 2% أو 1% باش يتسبوا أنه ضرر للبلاد والمواطنين نتاع البلاد هذه، يجب أن نتخذ إجراءات زجرية ونبغوا نقولوها في التلفزة وفي الراديو وفي كل معناها المجالات، الإنسان باش يتسبب بالشكل هذا ينجم يوصل حتى لعقوبة السجن، واللي ما لا عقوبة السجن باش الناس تعرف أنه أنت هاك باش تقوم، أنت ماشي باش تعمل عمرة، تفضل أعمل ونوفر لك كل شيء في مقابل أنك تحترم القانون وما تحرمش غيرك. به من الآخر توا سي عبد الحكيم، إن شاء الله 11 ماي تاريخ نهائي ورسمي لانطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة. بحول الله، النظام الآلي الخاص بالتأشيرة تم فتحه يوم الاثنين
صباحا وبدات جوازات السفر توصل للشركة، بعثنا البيانات وبحمد الله في أقل من 24 ساعة الأرقام تسمى أرقام المراجع يعني الكود اللي باش ناخذوا به التأشيرة وصلت، وإن شاء الله غد نهار الأربعاء الصباح يعني اليوم في الصباح مشات جوازات السفر للقنصلية للتأشير، وبحول الله رحلات يوم 11 مي بحول الله انطلاق من 11 مي الرحلات مضمونة. نحب نضيف حاجة بالنسبة للتخلف. رأوا احنا تحدثنا على التخلف ونتائجه الإدارية، يقفل النظام الآلي على طرف واحد كان شركة الخدمات الوطنية والإقامات أو على طرف من الأطراف لما تولي أطراف أخرى، رأوا هذا جانب واحد، رأوا فما جانب آخر مهم ومهم جدا يتعلق بكرامة التونسي. رأنا احنا دولة ومهمة الدولة الحفاظ على كرامة المواطن، لأن كرامة الوطن من كرامة المواطن. راهو الناس هذوما اللي يتخلفوا راهو أغلبهم مغرر بهم، راهم ناس كبار في العمر، في جهات يجيو يلموا الباسبورات ما طلعش في قائمة الحجاج يجي نزك الحج، نمشيو من رمضان ونقعدوا للحج في أي ظروف يقعدوا. الناس هذوما يا أختي العزيزة يتخفاو يتخباو في الكهوف في الجبال، يتخباو في الكاف في العمارات، عم ناول القنوات التلفزية التونسية تصور فيهم منين يخرجوا فيهم. راهو شيء يدمي القلوب، راهو ناس كبار يوصلوا يمرضوا أمراض خطيرة ما يتجرؤوش يمشيوا للمستشفيات، يخافوا لا يلقى عليهم القبض. الناس هذوما اللي بقى منهم إلى غاية الحج لما توصل البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة، يجيونا الناس هذوما المتخلفين كبار في العمر ديزيدراتي نقصين تغذية، ظروفهم الصحية يعني لا توصف. البعثة الصحية التونسية في كل عام وبعد كيفاش تقبلوا تروحوا بيهم على الحجاج وهم متخلفين؟ هنا مش احنا نروحوا بيهم الحقيقة يعني، وهنا موضوع آخر أيضا كبير، بإجاز مش لأنه بإجاز فيهم الكثير اللي يتخلى على جواز السفر متاعه، يتخلى على جواز السفر نتاعو في نهاية الموسم لما البعثة الإدارية تروح، جوازات السفر اللي بقات تسلمها من القنصلية التونسية، يمشي المتخلف للقنصلية يقول أعطيني اللي سي باسي باش نروح به، إذا الباسبور نتاعو موجود أعطيه باسبورو. إذا الموضوع هذا تم طرحه في اللجنة الوطنية للعمرة، قلنا أن جواز السفر هو ملك للدولة التونسية، هو ملك للدولة التونسية ومؤتمن لدى المواطن، تنجم تسحبه هي أمانة عند المواطن. إذا المواطن فرط في هذه الأمانة تسحب منه. شكرا لك سي عبد الحكيم البولادي مستشار الحاجة العمرة لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، سي أحمد العروسي مكلف المأموري بوزارة الشؤون الدينية، شكرا لك سي محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، شكرا على حضوركم معنا وعلى الإيضاحات اللي قدمتوها لنا اليوم. إن شاء الله موسم العمرة بديناه بصعوبة، إن شاء الله يكمل على خير، وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا هوني بعد نهاية هذا الموسم مباشرة لتقييمه وشوية وعي من المواطن التونسي على الأقل اللي وصلوا هكا وسهلوا ربي باش يمشي ويزور البقاع المقدسة ما يحرمش غيره، لأنه لو كان تخلف هو سيستم باش يتسكر على تونس الكل وباش يحرموا التونسيين الكل. فاصل ثم نتواصل. ياسر عليهم صغاري النهار الكل غاطسين في القرايه، التركيز والتخمام حتى اللعب ما عادش خالطين عليه، وهذاك علاش كل ما يروحوا من مكتب العشيه نودهم دانيت بوتي جديده. دانيت بوتي بنت شوكولاته ومنفعه 80% حليب. يعجبك شي تو؟ دانيت بوتي هديه صغار بعد تعب النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. من الشأن العام باش نمشيو للشأن الخاص. عائلة ماينا عائلة عندها أراضي تم انتزاعها منذ الستينات، الأراضي هذه واقعة في منطقة تبربة التابعة لولاية منوبة. بعد الانتزاع متاع الأرض هذية تم برشا وعود بالتعويض، لكن إلى اليوم لم يتم تسوية الوضعية القانونية لهذه العائلات. أكثر تفاصيل في هذا التقرير وراجعين للحديث حوله.
مجموعة من ورثة عائلة ماينا القاطنة بتبربة من ولاية منوبة تفتك منها أراضيها لفائدة ديوان واد مجردة منذ الستينات ويتم التعويض بمنطقة أخرى لتستجيب لمقاومات التعويض. حسم الفارق آنذاك ب 78 مليون حسب اختبار وزارة أملاك الدولة، ثم عدلت الوزارة عن قرارها على حد قولهم، واليوم بقات العائلة ماينا تنتظر في الحل والعدالة في استرجاع مستحقاتها المالية. الموضوع هذا راجع العام 67، هو من مخلفات التعاضد، وقع وقتها معناها انتزاع الأراضي، ثم فشلت تجربة التعاضد سنة 1970. يا أخي دخل الموضوع في برنامج معناها إعادة تنظيم العقاري الفلاحي بالمنطقة السفلى لواد مجردة، فكنا معنا ما يقارب على 18 هكتار. 18 هكتار هذوما كانوا ضيعات صغيرة، وكانوا كيشريوا ماهوشي معناها عن جهل بشيء، كانت ناس تجار وتعرف اش تعمل، شريت أشياء اللي غدوة ثمنها فيها، وبالتبينة والتاريخ معنا توا يثبت والنهارات هذه تثبت اللي نحن توا التراب نتاعنا يسوى برشا أكثر من هذا. تحوزنا وقتيا بقطعة أرض موجودة في قشبة، قشبة هذه هي معناها وفات، معناها هي ضيعة كبيرة متاع واحد طليان اسمه شريتو، اللي تقول في رمت شريتو الناس الكبار، في رمت شريتو فيها أكثر من 100 هكتار، ويكتب له نعطيك في رمت شريتو، هو كي يقرأ ويقول أعطيناك في رمت شريتو يعني يمشي في مخه 100 هكتار، ونقول أنا وقعت أنا رناك لرناك سايتي فيربال، لرناك فيربال، لكن اللي كري عطاوه اللي نحن فيه توا. تحولنا من أرض مهيئة من عام 1952 إلى أرض غير مهيئة في عام 1970، غير مهيئة وفيها مساحة 15 هكتار فقط. أعطاوهم ورقة معاوضة، خذاونا التيتري وعطاونا النون تيتري، كل واحد في وضعنا نحن كان يلبس جيبة والفرملة والبدعية، واحد نزعوه وطلعوه في المريو الخلع وقالوا له هكوة اللي تونسي. طلبت العائلة متاعي باش يقع تلافي هالخطأ، ربما سهو ولا خطأ، ولا من ذلك الحين لم يقع حتى شيء. والجدير بالذكر أنه منذ سنة 1970 الأجوار في المنطقة، فما اللي خذاوله 8 هكتارات أعطاوه 23. بحكم قربي للفلاحة أنا وحبي لها ما لقريتو، نقول التراب هذا ما يسوى شيء. التراب هذا فيه البير اللي هو متخمنة لهنا، البير ما يجي حتى شيء، البير ما تنجمش تسقي منه، فهمني، وأراضي ما نجموش نستغله. مشات الآباء فهمتني ولا الديوان واد مجردة، ثم وقت اللي تحل الديوان وزارة الفلاحة، ووزارة الفلاحة معنا بعثتنا الأملاك الدولة، وقعدوا فهمتني ولا بين ذا وذاك ونحن نجريو. منذ سنة 2000 تقريبا ونحن في مداولات مع الوكالة العقارية الفلاحية، عملوا اختبار أولي في 2003، قالوا لي بلا فما فارق في القيمة ب 79 مليون تقريبا. ما راعني إلا في 2006 يقع اختبار آخر، قررت معناها مصلحة الاختبارات لوزارة أملاك الدولة أن هناك فارق لفائدة عائلة ماينا ب 6006 دينار. ثابت كونهم هم اعترفوا بالفارق، لكن اعترفوا به بأي ثمن وشنو هو؟ قالوا اللي هو الفارق معناها معنى فارق ضئيل وضئيل جدا، معنى قالوه معنى شيء شوية برشا. مراسلنا الوكالة العقارية الفلاحية نحن كعائلة ماينا بمراسلات رسمية تقول لنا فيها كونه هذا إعلام بإشهار، هاو نعلموكم، هاو باش نرسموا لكم هال 15 هكتار هذوما، نعطيكم وثيقة فيها رسمية باش تاخذوا شهادة ملكية، وباش نعتبروا ك 6006 دينار محطوطين في خزينة، ما عادش نسميوها الخزينة هذه. في الخزينة وراو لوركم 40,000 دينار، هاي إجا خذوا 40,000 دينار وفي الموضوع. بس هذه أخذت لنا أرضنا عبارنا وأولادنا أخذتها، ورانا باش نتوارثوها معنا الأب وخلاها لولدي ولد ولدي، راو إذا كان باش تعطيني يلزم تعطيني أرضي
وتعطيني فوق منها فلوس اللي انت حرمتني منها. الناس هذه كانت تمشي وتلبس في الشباب في البلاد والدور، وتعرف صالح ماينه هذا الشخص هذا معروف معنا في البلاد، والناس هذه كانت معروفه ولبس عليها. فقرت الناس هذه وهمشتوها وهمشتوا احفادها سنين. يا اخي اين العداله؟ نسالكم اين العداله؟ إذا كان هذا الإشكال اللي تعرض له عائلة ماينا، في الحقيقة مرة أخرى أحد الأطراف تتعرض إلى المسألة هذه الانتزاع والتعويض، وبعد الخصومات اللي تبقى والنزاعات حول التعويضات. يحضر معنا في البلاتو يرجع لنا مرة أخرى سي عمر السيفاوي ممثل عن وزارة المكدل والشؤون العقارية، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لك. ويحضر معنا ايضا سي شكيب ماينا صاحب هذا الاشكال، مرحبا بك. سي شكيب، احنا من خلال التقرير فهمنا اللي ما كومش راضيين على قيمه التعويضات على الارض اللي تم انتزاعها منذ الستينات. بارك الله فيكم على الاستدعاء هذا، ونشكر الجميع على الحضور ومنهم سي السيفاوي. وما نتصورش كونه عاقل يرضى بالتطورات اللي وصل لها الملف متاعنا أيا كان، لا في السابق ولا حاليا ولا غدوة. هو ملف معناه وصل إلى درجة من الغير عدالة اللي ولا معناه مضحك. ماذا بينا نطرق الموضوع هذا بأكثر يعني فيش تفاصيل. فيش مضحك، فينا نقطة بالذات معناه فيه. شنو هي الحاجة أنتم اليوم اللي عليها مؤاخذاتكم؟ مؤاخذاتنا هو ديجا ما عندناش تراب، نحنا ما عندناش تراب، خذوا لنا تراب في شهيد ملكية. توا ما عندناش شهيد ملكية. نمشي للسيسيفي، شنو صار بالضبط سيسيفي؟ توا أنت كنت حاضر معنا سيادتك قبل في نفس الأشكال تقريبا، حكاية التعاضد والانتزاع والتعويض ويملكوا ما يملكوش. اليوم احنا تقريبا قدام إشكالية مغايرة للمرة اللي فاتت، اليوم أشخاص تم انتزاع أراضيهم، وعدوهم بالتعويض، أعوضوهم، لكن فقط مكنوهم مكنتهم وزارة الملك الدولة من شهادة الحوز، مش شهادة ملكية. شكرا على الاستضافة. الموضوع مش شبيه للمرة الفارتة، هذا الموضوع معناه يدخل في إطار آخر. إطار الموضوع هذا هو إطار الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي اللي أوكل إلى ديوان أراضي واد مجدة بموجب قانون 1958 قبل أن تنشأ الوكالة العقارية الفلاحية، فأخذت على عاتقها استكمال برنامج الإصلاح الزراعي بمختلف المناطق الجمهورية. هو الموضوع مش انتزاع بالمعنى الانتزاع بمعنى قانون 77 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. هذا في إطار إصلاح زراعي. إيش معناها في إطار إصلاح زراعي؟ الإصلاح الزراعي يعني تدخل الدولة لإنشاء المناطق السقوية وتهيئة الأراضي وضم الأراضي. المعنيين بالأمر عائلة الدكتور شكيب ماينة، هو مع معناها الإشارة حضر معنا حتى اجتماع مرة في وزارة ملك الدولة، الدكتور استدعيناه باش نحاولوا معناها نلقاو حل، نشوفوا الحل ونشوفوا الموضوع. تدخل الدولة لتهيئة هذه الأراضي. هما كان عندهم معناها حسب ما الملف معناها واحد 17 رسم عقاري معناها مشتة، أراضي معناها مشتة. وتعرف اللي حسب الإصلاح الزراعي يهدف إلى إحداث مستغلات فلاحية ذات جدوى. وحدات فلاحية مستغلات ذات جدوى، معناها كي تبدا مساحة الأرض مساحة دنيا ما تنجمش تكون ذات جدوى، ما تصلحش الإنتاج الفلاحي وما تصلحش حتى الاستثمار اللي باش يستثمر. ضم الأراضي وفما مساحات دنيا تتقدر حسب الفنيين قداش ينزم تكون مساحة المستغلة الفلاحية في منطقة من المناطق. بالنسبة للمنطقة اللي نحكيوا عليها فيها الأرض متاع العائلة، المنطقة هذه متاع الإصلاح الزراعي، المساحة الدنيا هي 2 هكتارين. تم خذاو أراضي الدولة، خذات الأراضي اللي على ملك عائلة الدكتور، وأعطاته مقابل ذلك أراضي أخرى. آلية الإصلاح الزراعي هي معاوضة تتم بناء على معاوضة أرض بأرض. أي؟ والفارق الزيادة حسب القانون متاع الإصلاح الزراعي إذا كان فما فارق في القيمة يأخذوه فلوس. أي؟
هو حسب ما يبدو الدكتور معناه ينازع في القيمة وطالب زاد طالب من أملاك الدولة، طالب تعويض عيني. لا شهادة الملكية ساعة ويقول لك أنا ما عنديش شهادة ملكية في الأرض، أنا عندي شهادة حوز معناه. بالنسبة في الإصلاح شكون الزراعي، شكون قال اللي هذيك الأرض أرض؟ في الإصلاح الزراعي لا تبرم عقود، تتم عمليات الإصلاح الزراعي ثم حسب القانون، قانون اللي ينظم الإصلاح الزراعي. أمثلة الضم اللي تنجز يصادق عليها من طرف سلطة الأشراف اللي هو وزير الفلاحة، ثم تحال إلى إدارة الملكية العقارية ليقع ترسيم نقل الملكية. هذا من الناحية القانونية كاينو شهادة ملكية اللي كان يحكي عليها سيسي فاوي تو؟ لا لا لا، مش شهادة ملكية، ما عندهمش شهادة ملكية لحد اليوم، ما عندهمش شهادة ملكية. المعاوضة لحد اليوم من الناحية القانونية لم تتم، معناها الاكتفاء بتسجيل العقار، ما ثماش تسجيل اليوم. هذا ما عندهم رسوم عقارية. صحيح الكلام اللي كان يقول فيه سيسي فاوي صحيح من الناحية الإجرائية ومن ناحية الإصلاح الزراعي كلامه صحيح، معناها أمر معناها ما نختلفوش فيه، كلامه صحيح. يبقى أنه ما يعنيش أنه هناك معناها إجحاف، باش نبينوه نقطة نقطة، إجحاف بحقوق الناس هذوما موجود. فين بالضبط؟ ها وين موجود؟ تعطيني الوثيقة ذيك بالله. أنا اليوم وقت نشوف وثائق من النوع هذايا، لأنه بالحق راهو نبدأ واضحين مع أنفسنا. ديك الوثيقة معمولة عام 69 70 70 لا، وأنا نقرأ فيها سوء النية ونقوله بصراحة كلام. أنا كي نقرأ وثيقة نعرف سوء النية. أنا عندما نقول تحويز السيد فلان الفلاني عائلة ماينة بالصفة المذكورة بالقطعة الآتية 77 56 15 من الرسمين العقاريين عدد كذا وعدد كذا، انت كي تقرا وانت خبير في القانون سي سفاوي اش تقول الكلام هذا؟ باش نوضحوا حاجه. لا لا لا، احنا ما هو معتاد. انا شوف، اما نقول تمكينه من مساحه كذا وكذا ونكتبه 15 هكتار 56 ار 77 سنتيار وهكا، ولا متعارف عليه في كل الرسوم العقاريه وفي كل الوثائق التي تصدر عن ديوان احياء اراضي ولا عدد القطاع هذيك. نجي قطاع بالشكل هذا بالقطعة الآتية 77.56 نقطة 56 نقطة 15، هذه عدد متاع قطاع حسب المثال. أي حسب المثال، والمثال الموجود فيه المثال كل قطعة. ما كان يمنعه الإدارة، ما كان يمنعه الإدارة باش تذكر الأمر هذا. هذا بالنسبة لي أنا كي نقول بالقطاع كذا وكذا نرجع للقطعة هذه باش نشوفها، نرجع ما نلقاش قطاع، نلقى هذا هو مساحة. هي المساحة، هي مساحة 15 هكتار 56 ار 77 سنتيار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليوم عندهم الناس هذوما، وكلامك صحيح مانيش نرجع له في حكاية الإصلاح الزراعي، لأنه كانت عندهم رسومات عقارية مجانبة بعضها يلزم نعمل ضم تاع المساحات. طب هوني طرف غادي طرف غادي طرف غادي، وقانون الإصلاح الزراعي وفلسفة الإصلاح الزراعي تم بني على ضم هذه القطاع باش تكون وحدة إنتاجية فيها مردودية مجدية من الناحية الفلاحية. لكن الناس هذوما كانت عندهم رسومات عقارية، سمحني تفضل. رسومات عقارية دي فيتر فونسي، رسم عقاري هو موجود، رسومات عقارية تحمل اسمهم، المالك هو فلان الفلاني ماينة، رسم العقاري فلان الفلاني ماينة، رسم عقاري فلان ماينة. تقع الانتزاع، الانتزاع كما قال السيسيفاوي ما هوش في إطار الانتزاع العادي وإنما في إطار قانون الإصلاح الزراعي. اليوم كما وقع هذا إنسان عنده رسم عقاري يحمل اسمه يقع فيه الانتزاع، انت كعملت الانتزاع ورسمت ملك الدوله هنا في الانتزاع، الاكسبروبرياسيون هنا جات في اللي صالح ديوان احياء اراضي مجدة، ثم فيما بعد هذه وقعت احالتها لاداره الى وزاره املاك الدوله. كيما عملت لنفسك انت حميت نفسك يا دوله باعتبار انه الدوله هي بيدها شخص راه تضمن له حقه، علاش انا نقعد عايش 44 سنه بمحضر تحويز بشهاده التحويز؟ علاش ما يقعش تفعيل قرار الانتزاع هذا والناس يعطاوهم هالعقار هذه قبل ما ندخل لقيمه العقار وقبل ما ندخل نحكيو على الفرق؟ نحكيو علاش علاش ما تمش تمكينهم؟ علاش ما ياخذوش شهاده ملكيه الناس هذو؟ فما ملاحظه لازم نسوقوها هنا، اللي راهو الطرف الاصلي في الموضوع هو الوكاله العقاريه الفلاحيه، لان هي اللي تنجز الاصلاح الزراعي وهي اللي تعمل الامثله، ومختلف الاجراءات هذه اللي باش تقوم بها لنقل الملكيه تقوم بها الوكاله العقاريه الفلاحيه، لان وكاله فنيه. الموضوع يجي وزاره املاك الدوله، ما دخل وزاره املاك الدوله في الاصلاح الزراعي؟ هذا السؤال نتسائلوه. الدكتور طالب بالتعويض العيني وقال اللي فما
اللي هناك جلسه شهادات الملكيه قبل تونجي ولا التعويضه. لا 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 هذا هو اللي كنت نقول فيه، شهادات الملكيه قالك من منظور الوكالات العقاريه الفلاحيه مش من منظور لأن الوكاله العقاريه الفلاحيه. سامحني يا استاذ، هذا موضوع كان ترجع لقانون الاجراءات وقانون الاصلاح الزراعي. امثله الضم اللي صادق عليها وزير الفلاحه بعد ما تقوم بها الوكاله العقاريه الفلاحيه هي التي تحال حسب القانون الى اداره الملكيه العقاريه التي تتولى نقل الملكيه، ترسيم القطاع هذه باسم المعاوض معه. الو عسلامه سي العجمي. باسم الدوله. مرحبا سي العجمي. وبيك عسلامه. معك ايمان مداحي من برنامج الحقيقه قناه حنا بعل. مرحبا بختي. مرحبا. مرحبا ايمان. عسلامه سي العجمي. بالله سي العجمي، بوصفكم مدير الجهوي للوكاله العقاريه الفلاحيه بمنوبه، توجه لنا بالدعوه سي شكيب ماينا حول مساله التسجيل. ما نعرفش عندك فكره على الارض نتاعهم اللي وقع انتزاعها منذ الستينات وعوضتوا لهم، لكن الى اليوم ما عندهمش شهاده ملكيه، عندهم فقط شهاده حوز. وزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه تقول اللي مساله اسناد شهادات الملكيه هو من منظور الوكاله العقاريه الفلاحيه. نعم. اي علاش العباد هذوما ما تمش تمكينهم من شهادات ملكيه سي عجمي؟ والله يا سي اختي ايمان، ماني كلمت الصباح ولا قلت بودي اني باش نحضر الصباح هنا كيما قلت لك، مادام ما جانيش تكليف أي. انا ما نجمش نحضر معناها في البرنامج. ما نجمش تكليف. تجمش تعطينا الايضاح بالتليفون سي العجمي؟ والله اسمعني راجعني الاداره وتفضل، ما فما حتى مشكل. واحنا قاعدين نسجلوا معاك توا، كيفاش قداش وقت باش ترجع الاداره سي العجمي؟ والله تو ايمان خاطر اختي ما انا الوقت خاطر راجعوا توا الخمسه واربع يقول لي ما انا راجعوا، يقول لي ما انا راه مسكروا خاطر ايه. ما عندكش فكره انت علاش ما تمش تمكينهم؟ ما عندكش المام بالملف هذا سي العجمي؟ لا عندي اسمعني، اني مادام ما تمش تكليفي ما نجمش اختي ايمان معناها حتى ما نعطيش حاجه الا تتعهد الاداره بدون ما انا واحد، يعني لازم ناخذ تكليف من الاداره وتفضلوا. ايه احنا الاداره قالت لنا تنجموا ترجعوا سي العجمي راه. لا ايمان يا رجال اسمعني، انت قاعده تسجل عليا على كل مش مشكله، يعني ضايع ما يقلقنيش. انا قلت لك يتم تكليفي ما فما حتى مشكل، نعطي الوضوح اللازم، ما عندي حتى اشكال. معناها انت الاجابه عندك. اي لازم يتم تكليفي من الاداره. بحسب رايك علاش الاداره ما كلفت حتى حد؟ والله ما عنديش فكره، ما عنديش علم، ما نجمش نقول لك اختي الواد ما نجمش. شكرا لك سي العجمي. مدير الجهوي للوكاله العقاريه الفلاحيه عندها الاجابه وما تحبش تجاوب، شكون يدبر فيها؟ هي حره. سي ماينا شنو يقولوا لك انت كي تمشي على عين المكان؟ احنا هاك سمعت الاجابه، يقول لك الاجابه عنا واحنا بعثنا لهم فاكس والفاكس مصور معناها وطرحنا لهم الاشكاليه. احنا وقت اللي رجعونا في الفاكس يقولوا لنا ما عندناش الاجابه والمساله مش من منظورنا نحن ومش من مشمولتنا نحن. توا سي العجمي خلينا بالتليفون المدير الجهوي للوكاله العقاريه الفلاحيه بمنوبه، يقول الاجابه عندي لكن ادارتي ما كلفتنيش. انت شنو يقولوا لك وقت اللي تمشي له؟ انا بكل صراحه معناها نتنقل من بين الادارات، كل اداره تبحث كل اخرى، كل واحد يقول لك الاخر هو المسؤول. وزارة الفلاحة تقول لك راه أملاك الدولة هي المسؤولة، أملاك الدولة تقول لك نحن ملتزمين بالإجراءات اللي تخذها الوكالة العقارية الفلاحية. يا وكالة العقارية الفلاحية شنو هي الإجراءات اللي خذيتها وعلاش عملت هكا؟ المسؤول اللي تكلم عندك حق، ألف حق، مظلوم، ظلم كبير، ظلم يعني ما يستسكتش عليه. إي قوم بشيء، قوم بحاجة. أبدا ما نجموش. أنا ما فهمتش مادام الإجابة عندهم يا نعم يا لا، السيد هذا عنده الحق كان فما خطا اداري مثالش نقولوا نداركوه ونسلموه شهاده الملكيه نتاع الارض هذي، كان ما عندوش حق نقولوا راهو ما عندوش حق. اما ذي عندنا الاجابه وما نجمش نقولها الا ما هو سي العجمي راهو مشكور. احنا وقت اللي قاعدين نعملوا في الاتصالات نتاعنا مع المسؤولين في وزاره الفلاحه معناها سي العجمي قال ماذا بيا نحضر ماذا بيا نتكلم، لكن الوزاره ما كلفتنيش وعنده الحق. وابريتو ممثل وزاره الفلاحه ما نعرفوش علاش وزارة الفلاحة تمنعت في الحقيقة، خاصة اليوم وهي عندها الإجابة تتمنى. سؤال يبقى مطروح، تو جمعة جاية بالك شي تطلب حق الرد به خلينا من حكاية الإسناد وإلا سي فريد ما نعرفش من الناحية القانونية تزيد تشد وتأكد اللي وزارة أملاك الدولة هي المسؤولة على منح شهادات الملكية. هو راهو متداخلين فيها من الناحية القانونية تو كيما قالت سي فريد متداخلين فيها، هي كانت خاطر تو تطور الإدارات من من تو شكون اللي يحل محل ديوان احياء اراضي مجرد؟ هي وزاره املاك الدوله. اليوم اللي تتهم الاراضي هذه تو ملك شكون؟ ملك الدوله، اما ملك الدوله الخاص او في حاجات اخرى ملك الدوله العام. شكون المشرف عليه؟ هي وزاره املاك الدوله. اي الدوله حلت، وزاره املاك الدوله حلت تحل محل ديوان اراضي مجرد.
لكن الحلول هذا عنده إطار، مش حلول مطلق فيما يتعلق بمسألة الأسلاح الزراعي. شنو فقط في الاستغلال كانت فما اسمها الوكالة الأسلاح الزراعي، ثم عام 99 صدر أمر وتبدلت اسمها وعطاها صلاحيات أخرى وأصبحت اسمها العقارية الفلاحية. مسألة الصلاحيات المتعلقة بالأسلاح الزراعي هي من مشمولات الوكالة العقارية الفلاحية، لا دخل لوزارة أملاك الدولة، لا ما عندهاش حتى دخل في الأسلاح الزراعي. هو علاش جاء الموضوع لوزارة أملاك الدولة؟ صارت جلسة في 2007 لجنة جهوية، والأستاذ الدكتور عائلة الدكتور ماينا شدت معناها طالبت بالتعويض العيني، رافض الفارق في القيمة اللي يقول عليه القانون أنه التعويض نقدا، ونازعت في القيمة. رفض التعويض هذاك في حد ذاته، وإلا رفض القيمة سي ماينا؟ والله بكل صراحة نحن طلبنا، كان جاوب شي عوضونا عام 70، مدونا 6000 دينار عام 70، كما نحن رضينا بهالشبه الاختبار هذا ورضينا ب 6000 دينار وقت عام 70، كان مدوها لنا عام 70 ومشينا شرينا سفيرنا. هو بعد 34 سنة ولا 40 سنة قال لي عام 70، قال لي يجي خذ 40000 دينار. شكون العاقل اللي بشق بال 40000 دينار اللي ما تجيبلوش حتى كثار واحد؟ كان باش يتحصل 6000 دينار يشري بيهم نقولوا 30 كتار، شو يولي يشري بيهم وانا اشترى كتار. على اي اساس السيفاوي تم تحديد القيمه الماديه هذه؟ باش نكمل خاطر فما افكار تقصت في باش انا حبيت نوضح قلت شنو الدخل، كيف اقحمت وزاره املاك الدوله في هذا الموضوع. صارت اللجنه الجهويه وعارض وطلب في اللجنه الجهويه، قال انا نحب تعويض عين. قالوا اللجنه الجهويه نمشيو في التعويض العين، لكنه الكلام اللي تقوله اللي جاء من الجهويه اذا كان كلام خاطئ قانونا احنا دورنا باش نصحوا المواقف هذه. لانه وزاره املاك الدوله مش تملك العقارات هذه، ملك المجموعه الوطنيه، واذا باش تتصرف فيها تتصرف فيها حسب صلاحيات قانونيه حسب ما يضبطه القانون. لسنا احرار، مش رزق سيد الوالد احنا باش نتصرفوا فيه كما نحب. هذا عندنا قانون يحكم فينا نتصرفوا فيه كما يقول القانون، وكما نتصرفوش كما يقول القانون نسائل على ذلك. هو طلب بالتعويض العيني. احنا اذا تشوف القانون المتعلق بالاسلاح الزراعي والقانون اللي صدر سنه 2000 شو يقول؟ يقول وزاره تملك الدوله الاراضي الدوليه ممكن انها تساهم الدوله في نطاق الاسلاح الزراعي باراضي دوليه لتعويض المستحقين، لكن وقتاش تدخل تساهم الاراضي الدوله باراضي الدوليه الفلاحيه؟ عندما يكون الأسلاح الزراعي أصفر عن قطاع أرض مستغلات فلاحية تحت الحد الأدنى المضبوط فنيا وقانونا. بمعنى منصوص عليه في العقد بينكم وبين الأشخاص هذوما، ما فماش عقد، هذا أسلاح زراعي بقانون. هذه من مآثر معناها دولة الاستقلال أو زعيم الحبيب بورقيبة أنه عمل الأسلاح الزراعي هذا، فهمت؟ لن نسائل عليه نحن، معناها باش احنا قاعدين اون كاستيت مواضيع معقده مثل هذه، قاعدين صباحا مساء واحنا ندرسوا في مثل هذه المواضيع اللي هي بالالاف ومعقده جدا. الحل اليوم خلينا نكمل لك الفكر، تحت الساي تحت الحد الادنى. وقت اللي تقول فنيا المنطقه هذه ما يمكنش فيها تكون فيها القطاع المستغلات الفلاحيه تحت 4 هكتارات، وقت اللي تصفر الاسلاح الزراعي عن قطاع اقل من 4 هكتارات تتدخل الدوله باش تضيف باش تولي تخلط للسوي. هنا السوي الحد الادنى في المنطقه هذه 2 هكتارات، هما خذوا 15 هكتار، دونك ما تنجمش الدوله تاخذ. لا ينطبق الفصل 10 من قانون الاصلاح الزراعي، لا ينطبق على هذه الحاله حتى تتدخل الدوله للتعويض العيني. شفت الاشكال؟ احنا وزاره املاك الدوله ماناش ضد حقوق الدكتور ماين، ماناش ضد طلبات، لكن البيئه القانونيه اللي نتعاملوا فيها خلينا ناخذوا مثل هذه المواد. ما نجموش نطوعوها البيئه القانونيه هذايا باش الراجل ما نجموش نطوعوها. اذا كان احنا غير مسموح لنا بالمعاوضه العينيه، والمعاوضه العينيه حسب قانون 95 تعرف اللي ينظم معناها العقار التصرف العقارات الدوليه الفلاحيه يمنع التفويت في ملك الدوله الفلاحي، ثم انه بالنسبه للمعاوضات لا تتم الا في اطار المشاريع نتاع المصلحه العموميه. يعني سي سيفاوي من الاخر توا الدكتور ماينا والعائله نتاعو شنو هو الحل الوحيد اللي قدامهم؟ يقبلوا بال 6000. انا اتساءل لماذا لم تلتجئ عائله الدكتور ماينا الى القضاء منذ البدء؟ هذا باش نجيو.
وتطالب بحقوق. إذا كان عندها حق أنا أدافع عن حق أكثر من، لكن لماذا لم يلتجئ القضاء ليدافع عن حق؟ هو الحالة اللي فيها نحن فيها عشرات وعشرات الأشخاص، وفما الناس اتجهت إلى القضاء وحتى حد عمر ولا لقى حتى حق. تنجموا معنا تعملوا دي ريبورتاج في المناطق هذيك وتو تشوفوا حتى حد ما لقى حتى حق. جرب انت علاش تحكم باللي لقيتو باللي لقاو ناس اخرين؟ خيمه توا هي الاداره تلز فينا ان نوزا كو لا لي دون لو كوان باش تقول لنا باش تاخذ 40 سنه اخرى. انا سي السيفاوي تقول ولا الوكاله العقاريه الفلاحيه تسمح لنفسها باش انا تعطيني 40,000 دينار وانت اذا كان مهتم بشان العام بالملك العام الوكاله العقاريه الفلاحيه تسمح لنفسها اشخاص جوار يتعدى من 8 هكتارات تعطيه 23 هكتار من عام 70 وتطالبوا الدولة ها وثائق رسمية تقول له عندك 13 هكتار زايدة إذا دفع لي فيهم 2,200,000 واحد عنده 11 هكتار زايدة تبعث له وثيقة الوكالة العقارية الفلاحية تقول له إذا دفع 2,200,000 يعني الملك العام بيع الهكتار وزنفيرون دو 120 دينار 120 دينار الهكتار سقوي يعني أسبر أشريه امشوا الوكاله وخذوا امشوا للسيفاوي وخذوا ما يعترضش هو ما انه يتدفعش على حق الدوله يبرشروا من عنده 120 دينار السيفاوي ما يعطيش وزاره ملك الدوله سكت انت ما تدخلش الا في حاله معينه وزاره ملك الدوله وزاره ملك الدوله من فضلك وزاره ملك الدوله تاخذ نتاع الغير وتبيعوا باقل الاسواق وتبيعوا بلاش فلوس تسيب بلاش فلوس انا فهمت قلتك شنو دخلك وزاره ملك الدوله في الموضوع انا نقول لكم بكل صراحه باش نجيك بالاخر بكل صراحه الاداره نتاعنا كيف الكره نحن تونس اذا كان نحب نربح انا وياك السيفاوي يلزم نخرجوا جواراتي اللي في الاورجو ما عادش يخلوا الناس اورجو فما ناس في الاورجو فما اداريين مازالوا في الاورجو بعد صاحب حق يعطي حقه مش صاحب حق ما تعطيهش علاش ما تبشكش كي تلتجا للقضاء يعطيك حقك مو باش نزيد نقعد مش في الاورجو مش باش نلعب جمله وقتها لا لا الموضوع مازال السيفاوي شنو نجم يكون الحل القانوني حل اذا الاداره تتعنت ما تسويش الوضعية مش نحكي على الإدارة أنا نحكي على تعنت الإدارة باب القضاء مفتوح باب القضاء المفروض أنه ونقول هذا للدكتور كارو التجأ للقضاء المفروض أنه يلتجأ للقضاء منذ سنوات لأنه حقه باين والإجحاف بحقهم باين وأكثر من هذا حتى المساواة أمام القانون معناها موش محترم مش كيف كيف. أنا اليوم كي نشوف معناها جواره ناس عندها 8 هكتارات تاخو 23 ها هو موجود بالأسماء عائلة أخرى عندها 7 هكتارات تأخذ 20 هكتار وهو عنده 18 هكتار في منطقة زراعية معناها منطقة زراعية وحتى الإدارة معترفة أنها ما عندها حتى علاقة بالمنطقة التي وقع تحويز بها ويزيد أكثر ما يزيدش معناها كيفاش يقولوا معناها كالمثال يقول لك والكفن من عنده أي الكفن من يعطيهم 15 هكتار في منطقة ما هيش في نفس القيمة على الأرض اللي تم امتزاحها هذيك شو تقول هذه فما قوانين في المعارضات أنا يمكن لي يلفت لي الانتباه هوني لعدد كبير من المسؤولين ومن ممثلي الجهات الرسمية وقت اللي يجوا بحذين البلاتو يقولوا لي السيد عنده الحق لكن ما عندي ما نعمل له معناه يعني مربوط بالقانون عنده الحق وبيد هو ملاحظة هناك إذا كان هو القيمة قيمة الأرض التعويض المساحة تقدر حسب القيمة متاع الأرض إذا كان الهكتار هنا معناها قيمته أكثر من 4 أو 5 هكتارات نقول لك الأراضي مجاورة أما عارفش نقول لك أنا هذا مبدئيا أما كان إذا كان خاطر هنا الدكتور معناها يشكك في نزاهة العملية متاع المعاوضة هذه واللي تمت ما كانتش فما مساواة ولا كانت ثم مجاملة لطرف على حساب آخر معناها كان يثير مثل هذه المسائل خلي تفتح هذه الوضعيات إذا تبين أنه معناها فما هالتلاعب هذا ولا فما عدم النزاهة كل واحد وزارة ملك الدولة ما تحلش احنا لسنا ما تحلش ما هي تحقيق في الحكاية نحن في وزارة ملك الدولة باش نقول لك لا ما نغطيوش على أي كان إذا كان فما عملية أو أثارها أحد المتظاهرين لكن هذا الكلام يبقى للبحث وللتقصي ونشوف وللتوضيح البحث عليه يتوجه بملفيه الاشياء هذه الكل ويثير الانتباه خلي السلطه المعنيه تخدم على الواحد وقاعده تخدم راهو تو السلطه وهيئه الرقابه قاعده تخدم والبحث معناه جاري يعني في عديد الملفات الوزاره
صلب الوزارة وصلب وزارة الفلاحة وما فهمش. وإحنا على فكرة بين وزارة تملك الدار ووزارة الفلاحة هناك تنسيق راهو كبير في معناها انتهى عهد اللي كل واحد أنا كنت نتمنى أنه الممثل وكالة العقارية الفلاحية يكون حاضر وإحنا خاطر انتهى توا نحن نحبوا ينتهى عهد كل ديبارتمون يدافع على روحه كل وزارة ويقعد المواطن يلعب كي كورة احنا نحبوا الناس كل تنسق مع بعضها واحنا قاعدين ننسقوا برشا مع وزاره الفلاحه راه معناها هنا انت تاكد لي اللي وزاره الوكاله العقاريه الفلاحيه يعني وزاره الفلاحه عندها علم بالموضوع بما انه فما تنسيق بينكم انتم وزاره تملك الدوله كنتوا حاضرين هما ياكدوا لي عندهم الاجابه اللي كنت تبنوا على الحضور نقطه استفهام عندهم الاجابه هذا كلام معناه يلزم هو وسيرتينمون هو معناه ينزم يكون عنده الاجابه خاطر هو مسؤول علاش ما حضرش وكالة عندها ملفاتها وعندها حق كلمة الختام كلمة الموضوع هذا انه توا هو سي سيفاوي بطبيعة الحال يدافع على الإدارة نتاعو ويدافع اللي هي يدافع على الدولة بطبيعة الحال لكن هنا عندي مكاتبة تحت يدي تقول انه وقعت جلسة عمل منعقدة في وزارة أملاك الدولة تحت إشراف السيد الوزير بنفسه بخصوص درس وضعية العقارية نتاع عائلة ماينة وفيها مقترحات وسيد شكيب اقترح معناها تشدد على انه تكون الناس ما عادش عندها ثقه في حد شيء يقول لك اخويا اعطيني كتابيا وتمت مكاتبته الا انه نتفاجئوا بانه من المدير الجهوي لاملاك الدوله وشؤون العقاريه الى السيد رئيس مركز البريد بالمروج واحد بعد ما مشات المكاتبه رجعوا هنا ما تبعثوهالوش حاول طلب سحب رساله موجهه الى السيد محمد شكيب ماينه ندم معناها السيد اللي مش عارف انا شنو المدير الجهوي اللي املك الدوله صراحه كبير برشا انا ماذا بيا نكلموا البوسطه نقولوا لها رجعنا وقفها مش يكلموا البوسطه يبعثوا معناها واحد يحضر على التري بوستال كل يوم مش ترجع المكاتبه هذيك تصور ما كنا نبعثوا رسائل قبل معناها بجازتو خوفتونا انتم معناها جواب نجم تعرف على السي سي تو يشوفها يتسرق في السنيه قبل ما يوصل باش نحطوا الموضوع معناها هذا في اطار ان اداره توجه رساله هذا في 23 نوفمبر 2011 انها الاداره توجه رساله ثم تطلب انه استرجاع الرساله هذيك قبل ما توصل المواطن لانك توصل المواطن تولي تشكل التزام في جانب الاداره وتكون الموقف اللي اخذته الاداره في الرساله هذيك موقف متسرع ولا موش صحيح من حقها انا باش تطالب وموش جريمه راهو هذه لان باش تطالب باش ترجع لها باش ترجع الرساله ليست جريمه هذه من الناحيه القانونيه هذه يتركوا اثرا شوف ما قلتش جريمه لكن عندما ينعقد اجتماع تحت اشراف السيد وزير املاك الدوله ويقع اتخاذ فيه مقترحات ويتقع معناه مداولات في الجلسه هذيك والمداولات وقعت مكتوبه وطالب السيد انه باش تعطيوه ما ضمن وهذا من حقه ثم من بعد لا رجع لي وراقي بطل انا نسالك يا استاذ الاجتماع تم سنه 2011 وقل لي انت وضع الاداره بعد الثوره وسنه 2011 وتعرف لوزاره تملك الدوله وقتك معناها الاف المواطنين كل يوم يجيوا للوزاره ويحبوا يقابلوا سيد الوزير واعضاء الديوان شو مدخل هذا طولنا نحكي لك انا نحكي لك يا سي سيفي ما تقصش عليا باش نقول لك شنو مدخل في الموضوع سامحني هو هذا اذا كان الموقف خاطئ تتمادى الاداره راهو القرار الاداري عند باش يتخذ القرار الاداري قال لي الموقف خاطئ ما هو هنا انت الملف عندها مراحل والاستاذ هو كل موقف خاطئ اللي نجم يجي انسان تغيب عليه في ملفات معقدة الإنسان يعني الإدارة التونسية متسرعة ماهوش مختص أو مش إدارة تونسية متسرعة راهو كي باش نجيو نتهموا الإدارة التونسية متسرعة بالطريقة هذه الإدارة التونسية راهو موجودة يا سي سيفاوي أنت فسر لي أنت فسر لي وزارة بعد ما تبعث جواب الله أعلم شنو فيه للمواطن ويجي الله أعلم شنو صار وكل نقاط استفهام وفي سفيسة يبعث المدير الجهوي لمملكة الدولة وشؤون العقارية إلى رئيس مكتب البريد بالمروج ويقول له اجبدك الجواب وتصور الجواب هكا وين ينجم موجود في وسط كومة متاع جوابات ومعناها ويلوجوا وفرزوا معناها شنو باش تفسروا انت هذايا نفسروا اني الموقف اللي معناها تمت الرسالة هذيك
موقف فيه ربما خطأ. بالك شي صحيح، ما نعرفش صحيح والسيد. الرسالة هذه اللي توجهت أنا واحد من الناس ما نعرفش. أنت تقول خطأ، أنا نقول بالك شي صحيح، وكان السيد هذايا باش يكبش فيهم وعنده الحق وتراجعت وقتها، لأنه كان الموضوع وكانت الرسالة هذايا باش تصير ملف كبير متاع فساد. هي الرسالة موجهة من وزارة أملاك الدولة. أنا نأكد لك اللي هذه راهي مش بالطريق، مش وزارة أملاك الدولة لا دخل لها في الموضوع الأسلحة الزراعية. قبل كنا نبعث رسائل للإدارات يرجعونا الإدارات مش موجودة، لا تركمون يقول لك راهو الإدارة كاملة البانية معناها مش موجودة. طيب لهم معناها سيسي فاوي بشنو تنصح سي ماينا يعمل اليوم؟ لشكون يتوجه على الأقل؟ خلي يعرف يتوجه لوكالة العقارية الفلاحية ولا شد صحيح مع وزارة أملاك الدولة؟ ربما خاطر توا موضوع معقد وهكا على الهواء وكل شيء وبسرعه معناها وقانون. اذا تقرا انت القانون توجهي تعجبني انا نجم نقول لك انت نجم تحل ساعه في بعض الاوقات يجيهم مواطنين ونقول له والله ها وشوف يجي في بلاستي كان تحب حل الموضوع كان حطيك نعطيك البلاستي انا وحل الموضوع كنت نجم. وانت كان جيت في بلاستي ترضى معناها بالحل هذاك؟ كان جيت انت في بلاستك انا كان جيت في بلاستك ندافع على حقي اذا راه عندي حق انا ندافع على حقي. اجي معانا من جهه هذه والدفاع على الحق اذا كان الاداره اخطات او تعسفت عليك او اخطات عندك انت شك في حكم في البلاد اللي هو القضاء. شكرا لك سي عمر السيفاوي ممثل عن وزاره املاك الدوله وشؤون العقاريه. سي شكيب ماينا نتبع معك الموضوع ونشوف وين باش يوصل. فاصل ثم نعود. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير من موعد الليلة البرنامج الحقيقة مسك الختام مع إشكالية يتعرض لها أحد المستثمرين اللي كان يعيش في الخارج. جيل بوسالم تم تمكينه من قطعة أرض بعد ما أحدث عليها مشروع تفوق قيمته تقريبا 1,200,000 دينار. اليوم لقى روحه أمام إمكانية افتكاك هذه الأرض. أكثر تفاصيل في هذا التقرير ورجعين للحديث حولها. توفيق الشاحي مستثمر تونسي مقيم بالخارج، بعد ما مكنته الولاية من رخصة بناء سنة 2000 لبعث مشاريع واستثمارات بمنطقة بوعوان من ولاية جندوبة تقدر بزوز مليارات و700 مليون، وبعد إتمام خلاص الأرض اللي قدرت ب100 مليون حسب عقد بيع بالمرادات أبرم بين المستثمر وبين ولاية جندوبة سنة 2003 لشراء 3 قطاع أرض تمسح 15,000 متر مربع. تفتك منه الأرض من قبل الولاية دون سبب، واليوم خسائر كبيرة يتكبدها المستثمر تقدر بالمليارات. جيت لبوسالم في عطلة عام 94، خرجت أنا والعائلة نعمل في دورة، تعدينا على المكان هذا عجبني كفار عنده. سألت المواطنين قالوا لي عنده 15 سنة مسكر ما فيش حد شيء والجهة قاعدة تعبة ما فيهاش مشاريع. جاتني الفكرة باش نعمل مشروع. مشيت للمعتمدية نفس السؤال، شنو هو الإجراءات اللي نجم نعملها باش نتحصل على الأرض هذه كشراء؟ أي دفعت مشروع. قالوا لي احنا ما نجموش نجاوبوك برا السيد الوالي والمجلس الجهوي. عديت للوالي المجلس الجهوي تاع الجهة في سنة 94 بالضبط، قالوا لي راي ماهيش أملاكنا احنا، أملاك المناجم، أما يلزم تمشي لأملاك الدولة. دامت 5 سنوات بالضبط باش نجمة الأرض هذه رجعت للمجلس الجهوي. قالوا لي احنا مستعدين باش نعملوا لك عقد بيع، عشرت الوحيد أنك يلزمك تعمل المشروع. تبدأ يعني تعطي أنت حسن النية متاعك اللي أنت مش نعمل مشروع. سنة 2000 أعطوني رخصة بناء، بديت البناءات كملتهم على 2002. شنو كان المشروع؟ كان المشروع متاع فريب واحدة تاع راسكلة. 2003 من السلطة الجهوية والسيد كاتب الدولة الداخلية وقاعدة تشيل المعمل وانطلقت الأشغال. دينا ب 120 خدام جو كخوا.
بعد هذوكم كملنا الانطلاق والحمد لله المعمل خدم والبرودكسيون كانت باهيه والجهه زاد حياه بدات فيها برشا موفمون كبيره. وثلاثة السيد الوالي قرر باش يعمل لي عقد بيع بالمرادات، وقع وقت العقد البيع وسعنا فيه وتسجل في القباض المالية وخلص. ما جاتني مفاجأة في 2005 جوان 2005 قالوا لي اللي المعمل راهو فسخنا عقد البيع. علاش وكيفاش؟ قالوا لك ماكش خالص. ماكش خالص فاش في عرفي الخلاص نتاع الارض ما نتاع الارض بي. انا ما خلصتهمش، انت ما شريتش. قالوا لي الارض نتاعنا واملاكنا والعقد هذاك راه مش فسخوه. في جوان 2005 مشاو للمحكمه، انا في المانيا، تفاجات مشاو فسخوا عقد البيع وعلموني على فصل 8، معناها خلوا لي العلم عند الحرس. الحرس ما علمنيش بطبيعته، فات عليا وقت الاستئناف. حاولت كيفاش نجم باي طريقه، قالوا لي لا تو الارض ولت ملكه معاكش انت ملك، واحنا عدنا معاك عقد كراء ماهوش عقد بيع، والفلوس اللي دفعت هنا كل هذيك راهي مشات في الكراء. بعد ما خرجت انت من المشروع هذايا فما شكون جاي في بلاصتك؟ ثم جات ناس اخرى، وجاتني معلومه اخرى اللي هو في 2006 جاء مكتوب من عند المجلس الجهوي اتجاه وزاره الداخليه يطلبون منهم الاذن باش يبيعوا الارض هذه لسيب الحسن الطرابلسي. ما تمش لانه كاتب الدوله الداخليه اللي هو دشن المعمل يعرف شكون هو الشخص مول المعمل هذا، رفض باش تنجم الارض هذه تمشي لسيب الحسن الطرابلسي. وشنو قاعد المشروع هذا تسكر ولا شنو اللي صار؟ قاس اشخاص اخرى تخدم فيه وعلى ذمه الولايه. الولايه بقات تتصرف في العقار. جيت عام 2011 من المانيا وحبيت نشوف المشروع اللي خليته وقت اللي خرجت هنا 2005. وقت رجعت تفاجات نلقى ما عادش معمل، ولات خربه كبيره، ثم تجهيزات، ما ثم حتى شيء من المعمل اللي خليته انا عام 2005. ما بقى حتى شيء. الماكينات اللي كانوا فيه والانجازات اللي عملتهم انت الكل ما لقيتهمش؟ الكل ما لقيتهمش، حتى السقف ما لقيناش. ما لقينا حتى شيء، لقيت كان الحشيش نابت في وسط المعمل. مشيت حبيت نتصل بالمجلس الجهوي باش نعرف شنو الحاجة اللي هم قالوا أملاكنا 2005 علاش رجعوها في الحالة هذه؟ جاوبني المجلس الجهوي اللي هو أملاكه يتصرف فيها كما يحب، وأنا ما عندي حد شيء. على ملك الولاية؟ على ملك الولاية، أنا ما نملك شيء، أنا كنت أنا ما زلت أنا مسال من عندهم هما لأني ما خلصتهمش في الكراء من عام 2000 حتى 2007. في الاخر اللي صار اني جيت انا من المانيا، جيت بسموحات كبيره وعملت مشروع، خدمت ناس خاطر شفت الجهه في حاله تعبه برشا وما ثماش برشا يد معناها يشتغل فيها اليد العامله. عملت المشروع وعملت انجازات وصرفت عليه فلوس كبيره 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 برشا، وفي الاخر نلقى روحي ما عنديش فلوس، ما عنديش معمل، وما عندي حد شيء. اللي خسرته كله مشى. تجي تحكي مع المجلس الجهوي يقول لك هذيك متاعي، ايش تعمل؟ تمشي عملت لجنة تقاسي الحقائق بدون رد. أي مكان تمشي له يقول لك أنت ما تملكش. حب الفلوس اللي خسرتها في المعمل هذا، في الأرض هذه، في بناتي حقي. حب يرجعوا لي نتاع العشر سنوات اللي أنا عديتهم ومشاو ما بقى لي حد شيء. الحل الثاني اللي نجم نعطيه لهم أنا يعطوني شهادة ملكية نتاعي، وأنا المعمل هذا مهما كانت سيفته اليوم نجم نرجعه من جديد يخدم ويخدم ناس أخرى. إذن كان هذا مصير أحد المستثمرين. إشكال اعترضوا بعد ما صرف تقريبا أكثر من 1,200,000,000 في مصنع في بوسالم. يحضر معنا صاحب الشأن سي توفيق الشيحي، مرحبا بك.
ونحب نقول اللي وجهنا مراسلة إلى ولاية المكان السيد والي جندوبة للحضور وتقديم التوضيحات بالطبيعة هنا والتبادل الآراء حول هذه المسألة، لكن الإجابة نتاع ولاية جندوبة كانت عبر الفاكس، وباش نقرأ بإيجاز ما جاء فيها. إجابة على مكتوبكم المشار إليه أعلاه نفيدكم بما يلي: أولا، يتعذر تعيين ممثل عن ولاية جندوبة لحضور تسجيل برنامج الحقيقة، ويمكن الاتصال بالسيد خميس يونس معتمد مركز ولاية جندوبة عبر الهاتف لتقديم رد الإدارة في الموضوع، وذلك في إطار تسجيل هاتفي مسبق. معناها سي خميس يونس هذا معتمد مركز ولاية جندوبة عنده الإجابة، لكن ما نعرفش علاش الولاية ما عينتوش، قالت ينجم يجاوبكم عبر الهاتف. ثانيا، تعليقا على النقاط الواردة بمكتوبكم، نفيدكم بأنه أولا تم حسم النزاع قضائيا بصورة نهائية، وبات في موضوع فسخ عقد البيع مع المعني بالأمر وصدور حكم نهائي وبات. ثانيا، تم القضاء كذلك بصورة نهائية وبات بالتعويض للإدارة بمبالغ تتجاوز الثمن بالعقد، والإدارة لا تزال دائنة للمعني بالأمر في الباقي المحكوم به حكم نهائي وبات كذلك. ثالثا، اتصال القضاء كذلك بخصوص قضايا رفعها المعني بالأمر ضد الإدارة في التعويض، وبالتالي لم يعد بإمكان الإدارة القيام بأي تسوية خارج ما حكم به لفائدتها، وهي ساعية لاستعادة ملكها طبق القانون. هذا بإمضاء السيد ولي جندوبة. سي توفيق، هذا يرد الولاية. يعني خلينا نبدأ بالأرض كي خذيتها، خلصت أنت في الأجال تم تسديد، كيفاش صارت الحكاية؟ ما كانش ثم أجال معينة في عقد البيع. عقد البيع جاء في آخر مرحلة بعد ما وقعت البناءات من عام 99 حتى 2003، بعد ما وقعت الإنجازات الكل جاء عقد بيع في جويلية 2003، والعقد هذا ما يحددش كيفاش ووقتاش. تيار العقد وقت اللي تعمل ما كنش أنا حاضر، عملت الولاية وحدها. صححت علي أنت؟ جابوه لي قالوا لي صح، وبرا سجلوا في القبضة المالية بوسالم الحاجة اللي عملتها أنا. وبعدين قال لي أنا باش نبعث الوزارة الداخلية التعريف بالأمضى لسيد الوالي اللي هي تقف وزارة الداخلية، ورجع لهم العقد. بعدين قالوا لي اخدم على روحك. مشيت سيد الوالي قلت له توا أنتم حددتوا السوم 106 ملايين، وأنا وقعت لي صعوبات ما بين 2000 و2003، يعني الإنجازات كانت كبيرة برشا. قال لي هاو عندك شوية وقت، وقت تكون عندك فلوس خلص على مراحل، إجا خلص على مراحل. كلموني في نهاية 2004 قالوا لي لازم تخلص توا. مشيت أنا نوفمبر ديسمبر 2004، وجان في 2005 أعطيتهم 70,000 دينار في الخزينة بتاع الولاية اللي هي كانت أون سبيس، خلصت في مارس 2005. اتجهت من جديد الولاية، حبيت نكمل لهم 36 مليون و500 اللي هو باقي ثمن باش تنتقل الملكية بعد موافقة سلطة الإشراف. نمشي للقابض بتاع الولاية يقول لي أنا عندي تعليمات من عند سيد كاتب العام باش ما ناخذش فلوس من عندك. نتجه هنا وعاد المنفذ للخزينة العامة وأمنت لهم المبلغ. قبل ما نتعدى للخزينة العام اتجهنا للكاتب العام للولاية وعملنا له عرض مال. يجاوبنا سيد الكاتب العام يقول احنا مجلس جهوي قررنا استرجاع الارض. انا هو حكم قبل ما تمشي للمعرض، قررنا وهو موجود عنده. مشيت انا رئيس المحكمه الابتدائيه وطلبت اذن على العريضه في تامين المال بالخزينه العامه التونسيه، وقع تامين المال وعلمتهم بعد المنفذ الفلوس موجوده. بالنسبه لي انا كتوفيق الشيحي انتهى الامر، هم خالصين، بقيت نستنى في انتقال شهادة الملكية. المفاجأة الكبيرة تجيني 2005، نسمع اللي هم اتجهوا للمحكمة القضاء، القضاء وقع فسخ العقد. ما نفس القاضي اللي حكم بالتأمين يحكم فسخ العقد وبدون أي غرامة، بدون أي تعويض، رغم الوثائق كلها موجودة في الملف أمام اللي أنت خالص فيها. أنا خالص وما ثمش أجالي حددني يقول لي خلص اليوم ولا غدوة، ويعلموني على فصل 8 عند الحرس. الحرس ما يعلمنيش لا في مقر الشركه لا في مقر بوسالم ولا في مقر هذا كله. والمصنع يشتغل سي توفيق؟ والمصنع يشتغل
من بعد المرحلة القادمة اش قالوا لك؟ جيت انت علموك الحرس؟ ما علمونيش. كيفاش علمت منا بانه انا علمت بعدين بعد ما وصلت المرحلة اللي فاتني الوقت نتاع الاستئناف ولا حكم بيت، عملت في 2007 في محكمة الكاف قضية ما بالرفض، خسرتها لانه الوقت الاجال فات. تو المصنع مسكر؟ تو من 2005 كان دخلت فيه اشخاص اخرى وعدد ذيك حاجة اخرى عند القضاء اللي هي ماشية اون باراليل. خليني أستاذ من الناحية القانونية، هو العقد اللي تم بموجبه تمكين السيد توفيق الشيحي من هذه الأرض اسمه عقد بيع بالمراضات مع الولاية، أي شنو هو العقد هذا؟ كيفاش نوعية العقد؟ هو عقد قانوني يتم معناها تبقى ما جاءت به أحكام مجلة المجلة المدنية، يعني مجلة التزامات والعقود. شوف نبدأ واضحين، مال الدولة للدولة ومال المواطن للمواطن. ربما هناك خفايا في هذا الملف ما نجموش نعرفوها حسب ما كان متعامل به سابق، لكن بالنسبة للفرق بين الولاية وبين سي توفيق الحاضر أمامنا، أن الولاية تتعامل بوثائق وعندها مكاتبات وعندها تواريخ، وسي توفيق يقول لك مشيت لهم كلمتهم قلت لهم ووافقوا لي وناخذ كلام وما أخذ الجد أنه الكلام. إلا أنه إذا نرجع من الناحية القانونية لهذا العقد، إيش يقول العقد؟ الفصل الثاني فيه عين ثمن هذا البيع حسب تقرير اختبار وزارة أملاك الدولة، وهو مطابق للقانون. قبل ما تبيع عملت اختبار باش تكون الناس تقيم قيمة الأرض، قوموا قيمة الأرض بما قدره 106,000 دينار. الفصل الثالث 106 مليون. ما تجيش تقول لي سي توفيق ما نعرفش العقود وما قريتهاش وعطوني، وقت يقول لك لا تنتقل الملكية إلى الشاري اللي هو أنت إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف، وهو أمر متعارف عليه في مثل هذه الحالات لأن المجلس الجهوي للولاية هو اللي باع، وتسديد كامل ثمن البيع وتسليمه شهادة في ذلك، يعني ما تنتقل له الملكية إلا ما يخلص 106,000 دينار كاملين ونعطيه شهادة اللي هو خلص بعد ما نتحصله على مصادقة سلطة الإشراف. أنت سي توفيق خلصت في الأجل ولا ما خلصتش في الأجل؟ حسب العقد هذايا ما ثماش هناك أجل، وكلامك صحيح نمشي معاك، لكن القانون إيش يقول؟ يقول لك بالنسبة للعقود التي لا يكون فيها أجل، أنت تسلمت الأرض ولا ما تسلمتهاش؟ سلمتها. إذن تسديد الثمن يكون فوريا بالوقت، يزمك تخلص. وعلى فرض أنك ما خلصتش بالوقت، بمجرد مكاتبة في الغرض تقول لك يا سيد إجا خلص، تمشي تخلص. وقعت مكاتبتك في 19 أوت 2003 باش تسجل العقد وتخلصهم، ما خلصتش في الأجل. سجلته في الأجل، سجلته ما تممتش خلاص، يعني ما تممتش خلاص. ثم مكاتبة ثانية هاي موجودة ب 30 سبتمبر 2003 قالوا لك يا ودي إيجا خلص، وإذا ما تخلصش في موفى شهر أكتوبر فإن المجلس الجهوي سيتولى إلغاء عقد البيع. ما مشيتش خلص، طلبت مهلة أخرى، ما مشيتش خلص. صحيح ولا مش صحيح؟ طلبنا مهلة من عند الولاية، طلبت مهلة أخرى. وقتاش قمت بتسجيل العقد؟ في 9 أكتوبر 2003 ما خلصتش، ما قمتش ما خلصتش. وقتاش خلصت؟ بعد ما المجلس الجهوي قدم قضية في فسخ العقد وإبطاله، وما قالوا إبطاله ما هو فسخ عقد لعدم خلاص الثمن. وقت قدموا قضية في فسخ العقد وخذا القضية خذات أشواط عديدة وقريب توصل للتصريح بالحكم، توليت أنت مشيت كملت روليكا، مشيت قدمت لهم معنى عرض قيد الثمن اللي هو 30,000 و36,000 دينار، قالوا لك لا ما عادش نقبلوا عليك لان خذينا قرار في مجلس وهذا يسمح لهم القانون. هم خذاو 70,000 دينار قبل 36,000 دينار، خذاو 70,000 دينار ما خذاوهمش، انت مشيت امنتهم، امنهم في الخزينه العامه. مشيت 70,000 دينار خذاوهم في الولايه ولو خذاو في بدون الولايه بدون تامين. خلصت كامل الثمن ولا ما خلصتوش؟ لا خلص، كان 76,106 مليون، خلص 70 وما زالوا 36. 36 العقد اللي بينك وبينه واضح، يقول لك ما تنتقل الملكيه الا تسديد كامل ثمن البيع. لكن من الناحيه القانونيه استاذ نصري، هل انه حتى لو كان هذايا يصير، حتى لو كان السيد دفع تقريبا اكثر من نص المبلغ ولو يخلي 10,000؟ العقد شريعة الطرفين فصل 242 يقول لك، معناه العقد هو شريعة الطرفين. أنا اتفقت معك في بنود معينة، قلت لك يا سيد تخلصني، وإذا ما تخلصني وبعث لك تنبيه الأول والتنبيه الثاني كمل خلص، وإذا ماكش لا والتنبيه شي يقول لك إذا ماكش بتخلص راني باش نبطل لك العقد. وانعقد مجلس ولاية خذوا فيه قرار بالرجوع إبطال في إبطال البيع، وهذا تبقى ما جاء بالعقد ويحق لهم في كذا.
خفايا الملف هذايا تقريبا من الناحية القانونية. أنا باش نمشي معك في حاجة أخرى سي فريد. فرضا مش فرضا هو هذايا موجود واعترف معناها سي توفيق وأنه ما نجمش خالص في الأجال ربما اللي ألزمته بها الولاية، فاضطرت الولاية أنها تعقد مجلس جهوي بموجبه أبطلت البيعة هذه. به اليوم سيد دفع تقريبا مع 736 مليون أمانهم في الخزينة العامة. بناء مصنع قداش قيمته المشروع؟ مليار و200. مليار و200. به من الناحية القانونية هنا شنو يقول القانون؟ يرجعوا له الخسائر نتاعو ولا لا؟ بطبيعة الحال هو توا شوف باش نبداو واضحين. هناك نقطتين باش نجاوب عليه. النقطة الأولى القانون جاوبت عليه، لكن هذا ما يعنيش أنه من المتعارف عليه والمتعامل عليه هذوما مش أشخاص طبيعيين، مش أنا بيني وبينك بعت وشريت، هذا دولة مش عمومية. المفروض السيد هذا عنده شركة ويخدم في مشروع وإنسان جاء عمل المشروع متكامل في بلاصة فيها البطالة، والمحكمة حتى وقت قدموا بقضية معناه أثناء التقاضي القاضي مازال ما أصدرش الحكم، حتى في أثناء التقاضي مشى كمل عرض عليهم كامل المبلغ وما قبلوش ومشى أمنهم، يعني خلاص تم. كان من المفروض أنه الإدارة تستجيب لهذا الخلاص، ومعناها تنجمش على الأقل توظفوا عليه فوائد اللي هي قداش بسيطة. طلبتش منهم هذا سي توفيق؟ لا شوف هو النية كانت متجهة نحو أنه نحيوا له سيد هذا المشروع. شدوه بالقانون صحيح، لكن بين السطور تفهم والمعاملات نفهموها نحن، لأنه الإدارة تقعد تكركر ما تخلص نهار، حتى البنوك تاك تشوف ما تخلص يبيعوا لك دارك نهار تجي نهار البيع تجي تقول لهم هاي فلوسك، يقول لك هات وطاح التاح الكف على ذلو. هذا قبل ما يصدر الحكم الابتدائي مشى عرض عليهم بقية المبلغ وما حبوش يقبلوا أمنهم لهم وعلمهم راني أمنت لكم فلوسكم قبل يا محكمة تحكم، ورغم ذاك شدوا صحيح، يعني عندهم نية باش ينحيوا المشروع هذا لهالمواطن اللي قاعد أمامنا. هذا يروك واضح الأمر، هذا يقبل الثورة ويقول يأكد لنا سي توفيق اللي فما برشا خفايا وفما أطراف كانت محسوبة على النظام السابق حبت تدخل في المشروع هذا لأنه هو عمل ما نستبعدش الأمر هذا، خاصة أنه في الميدان اللي كان يشتغل فيه فريب تدور أموال غريبة أموال غريبة أقوله غريبة، كانت فما بعض الأطراف معروف عليها الاستثمار في هذا المجال. سي توفيق اليوم بعد 14 جانفي حاولتش تعاود كثير للمسألة أنه الحكم نهائي وبيت؟ عاودت اتجهت المقر الولاية وشفت سيد الوالي جديد قال لي احنا عدنا أحكام ونلتزم بالأحكام بدون نقاش. عن المشروع وقفته مشروع واقف معناها جندوبة فيها البطالة؟ لا والأكثر من هذا معناها جندوبة فيها البطالة نخسروا مشروع كما هكا حتى في الخزين لأنهم قاموا عليه بقضية أخرى في معناها الاستغلال بتاعه للفترة هذيك باعتبار أنه وقع فسخ العقد هذي الفترة اللي وقع استغلالها من طرفه وقاموا بقضية وكلفوا خبير وشافوا الفترة هذيك وقالك مازال الدين المعني بالأمر الإدارة. الفترة اللي طالبوا بها غير من 2003، طالبوا من عام 1999. أنت حسب ما يقولوا هما لأنك تحوس بالعقار منذ سنة 99، هما عطوني رخصة بناء قالوا لي ابني وما يهمكش انت في البقيه، احنا اعطينا حسن النيه نتاعك وريني. انا استنيت من 99 ل 2000 جويي 2003 على العقد نتاعي ابنيت هو تو شوف بالثقه مع الدوله ثم المنشاه هذيك اللي بنيتها، لانه هما باش يسترجعوا فسخ العقد باش يسترجعوا الارض، لكن عندك المنشاه هذيك نتاعك اللي هي تبقى دائما ملك، وثم من الناحيه القانونيه ثم حلول تستجيبها ترجع للقضاء باش يقدر لك قيمه المنشات اللي بنيتها. رجعت للقضاء ورفضها. كيفاش رفضها؟ شو رفضها؟ قدمت قضيه في التعويض وتعيين ثلاثه خبراء لان الدوله لازم ثلاثه خبراء. اي ثلاثه خبراء. والقاضي رفض القضيه. قداش تقيم العقار هذاك المبني على الارض؟ قداش قيمهم لك الخبراء؟ الخبراء قيموه في الوقت الحالي ما يقارب أكثر من 2 ملايين دينار البنايات. شو مليارات؟ خبراء من المحكمة اللي عينته المحكمة؟ لا المحكمة ما عينتش خبراء، رفضت القضية. أنت سي توفيق رفضت القضية، أنت رفعت قضية بشنو أنت؟ فاش؟ في التعويض؟ في التعويض على البناية اللي صارت على الأرض هذيك بعد ما البلدات الولاية تسترجع أرضها. بالضبط. فتم رفض الدعوة؟ رفض الدعوة. هل يمكن رفض الدعوة؟ رفض الدعوة تنجم تكون خلل شكلي، تنجم تكون الإجراءات، تنجم تكون سبب ما نجمش نجاوبك. ما عاودتش نستنفتش في حكم ابتدائي هذا ولا نهائي وبيت؟ في الأطوار الثلاثة. رفض الدعوة لا في ثلاثة أطوار. رفض الدعوة عندك الحق تعاودها دائما وأبدا، عندك الحق تعاود إلا إذا رفض الدعوة والمحكمة بتت في أصل النزاع.
نظرت في الأصل وقالت ترى ما عندكش الحق أي وقتها نوليو نحكيو على اتصال قضاء. أما رفض الدعوة لأمور شكلية أو لسبب من الأسباب لك الحق دائما باش تعاود القيام بنفس الدعوة. لكن أنا فهمت اليوم القضاء. يلزم نقدم قضية جديدة أي تقدم في المجلس الجهوي. شنو هي القضية اللي لازم نقدمها؟ قضية المحكمة. شنو هي القضية اللي لازم نقدمها؟ قضية في التعويض يعوض له معناها البناء الموجود لأنه البناء هذاك ملكه، الأرض ملك المجلس المجلس الولاية، لكن الإحداثات اللي أتمها عن الصينية هي على ملكه. كانت بناءات لأنك أنت شفت الروبورتاج الأخير ما عادش بناءات موجودة لأن الثورة جات وهزت كل شيء معها. تم الاعتداء عليه. الاعتداء عليه. هذا موضوع آخر. هذا كان شيء الأول. والله عليه ذولي باش تحول إلى لا ولا باش تحول إلى موضوع سياسي ربما جندوبة اليوم منطقة بوسالم تحديدا معناها البطالة اللي فيها شفت والمعمل الروبرتاج. المعمل كان يخدم تقول لي. هذا موضوع آخر. المعمل قداش كان يخدم سي توفيق؟ على أساس سي توفيق المعمل قداش كان يخدم؟ 120 خدام. 120 خدام معناها اليوم في محل شركة أخرى في بقعد تو قاعد يخدم المعمل. لا ماهوش قاعد يخدم. لا مسكر هذاك هو الصورة النهائية للمعمل. يظهر يبقى يبقى قرار سياسي أكثر منه قرار قانوني لأنه المجلس الجهوي مربوط بأحكام يقول لك أنا يا أخي ثم عندي أحكام إذا الساسة إذا معنى الوزير أو سلطة الإشراف هي تتدخل المجلس الجهوي وزير الداخلية أو أي وزارة معنية بالأمر تتدخل إنه التزم الطرف مجلس الولاية يقترح فقط يقول في إطار تسوية يمكن يقترح معناها لكن هو مربوط بالأحكام ومربوط بالقانون تقعد القضية متاع التعويض اللي رفضتها له المحكمة وما عجبناش نسخة من الحكم اللي تم رفضها شكلا وإلا أبدا قضايا أخرى في التعويض بالنسبة للمنشأة السؤال المعاير لا هو كان ترفع قضية بالتعويض وتثبت أن البناية هذيك أن البناية هذيك بنيتها أنت يا سي توفيق وخسرت عليها معناها أنت الأرض خذيتها أرض فقط وبنيتها أنت دغوين. وعندك ما يثبت تحكم له يظهر المحكمة أونيتا دغوين لو كان جيت مأمن سي ما عادش عندي مأمن ولا أنا قبل 2005 كان مأمن بعد 2005 ما عادش ملكي أنا هذا أمر آخر خذيت الولاية قالت هذا ملكي هي نورمالمون كانت مستعده باش تدافعك المشروع هاك المؤسسه احنا في حال ناخذ فرضيه احنا مثال شو ندفع على انه المساله تولي عندها بعد خلينا نقولوا سياسي احنا اليوم نحكي على بطاله في تونس وعلى لو كان مثلا نمشي تمشي معاك يمشي معاك المجلس الجوي يمشي معاك قرار سياسي على اساس انك تلتزم باعاده فتح المعمل ذات مستعد ولا لا مستعد تعاود تخدم الخدمه مستعد نعاود نخدمه من جديد اي حسنية معنا نجم يتحول هذايا الى هذاك سلطه الاشراف هذاك سلطه الاشراف احنا بلغ لك صوتك سي توفيق عطاك الاستاذ معناها نقطه قانونيه اخرى انك تجم باقي ترفع قضيه في التعويض على الاقل على البنايه اللي لو كانت تثبت اللي انت معناها فيها خسائر ماديه وان شاء الله نتبع معاك المساله هذيا بلغنا لك صوتك شكرا لك سي توفيق الشيحي شكرا لك استاذ فريد نصري شكرا لك رافقنا لامتداد حلقه اليوم هكا احنا اعزائي المشاهدين ناتي لنهايه عدد الليله من برنامج الحقيقه موعدنا ان شاء الله يتجدد الاسبوع القادم نفس المكان ونفس الزمان هذه من المداحي تحييكم والى ان نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في امان الله.